صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا دينا، صباح الخير والسعادة والرضا والبركة على حضراتكم في كل مكان. حلقة آخر الأسبوع يوم الجمعة من صباح الخير يا مصر. امبارح كان في مجموعة من الأخبار، من أهمها المؤتمر الصحفي اللي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشرح فيه بمنتهى الشفافية مجموعة مواضيع بتهم المجتمع والشارع المصري. كان من أبرز هذه الموضوعات مشكلة سرقة التيار الكهربائي والجهود اللي بتبذلها الدولة لمكافحة هذه الظاهرة. الموضوع ده بقى بيشكل عبء كبير جدا على مواردنا المالية، وكان في وضوح ومعلومات مباشرة قدمها سيد رئيس مجلس الوزراء. صحيح يا محيى عبده فعلا، وكمان رئيس الوزراء اتكلم بالتفصيل عن موضوع انقطاع التيار الكهربائي وشرح السبب الرئيسي، وهو طبعا الأحمال الزايدة والضغط الكبير على الشبكة، لكن الحكومة شغالة على تقوية البنية التحتية للكهرباء، وانه مش هيكون في انقطاع تاني للكهرباء في مصر، وكمان في خطة لزيادة انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة زي الشمس والرياح، ده علشان نخفف الحمل عن الشبكة ونضمن استمرارية الخدمة. كان في توصيف المشكلة وتقديم كمان للحلول. الحقيقة موضوع في غاية الأهمية، وبيبين رد الفعل السريع من الحكومة على الكلام اللي بيثار في الشارع المصري، وده يمكن من الحاجات الجميلة جدا الفترة اللي فاتت. هذا المؤتمر الصحفي الدوري اللي بيعقده رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي وسائل الإعلام والصحفيين ورؤساء التحرير عشان يعالج موضوعات مهمة واللي يرد على بعض الإشاعات اللي بتثار في الشارع. السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مدبولي كمان كشف عن خبر يعني جيد جدا، هو استثمارات سعودية جديدة تصل قيمتها لحوالي 5 مليار دولار. هذه الاستثمارات هتكون في قطاعات مهمة جدا من قطاعات الدولة زي قطاع السياحة وقطاع الطاقة، وده طبعا هيعزز التعاون بين مصر والسعودية، وكمان هيدعم الاقتصاد المحلي ويفتح فرص عمل جديدة. صحيح، وطبعا برضو كان من بين الكلام المهم اللي اتقال خلال المؤتمر الصحفي موضوع دعم السلع الأساسية زي الغاز والبوتاجاز، والدكتور مدبولي قال إن الدولة بتواجه تحديات كبيرة بسبب دعم المحروقات، وحاولت انها تدبر او تدير الامور كمان بحذر علشان تضمن استمراريه تقديم الخدمات الضروريه. كمان الدكتور مدبولي اكد اننا بنتجه اكثر للطاقه النظيفه لمواجهه التوسع الاقتصادي وزياده الطلب على الطاقه الحديثه والمتجدده بشكل كبير. مره ثانيه بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر. خلونا نصبح مع حضراتكم على بسنت الحسيني ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات، ونقول لها صباح الفل عليك يا بسنت. صباح الفل عليك، وصباح الفل عليك يا محمد، صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا بسنت. يعني جمعة مباركة إن شاء الله النهاردة، هو جو حر شوية لكن صح يعني احنا عارفين بقالنا كذا يوم مش مشكلة، يعني أكيد مع بقية الشهر الجو هيتحسن أكتر، وبالفعل احنا الفترة اللي فاتت الجو كان أحسن. صحيح.
خلينا نعرف مع بعض دلوقتي. نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة، رطب ليلا، حار على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 39 درجة، وأقل درجة في مطروح هتبقى 32 درجة، أيضا أسوان العظمى فيها 43 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. خلونا نبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. أبرزها: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات. امبارح كمان يدينا خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم استعراض الترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة رقم 12 للمنتدى الحضري العالمي والمقرر إقامتها بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024. أخبار كتير حصلت امبارح، أبرزها: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من القضايا والملفات. خلال الاجتماع أثنى رئيس الوزراء على الجهود اللي بذلتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدفة اللي أثمرت عن افتتاح مصنع بيكو للأجهزة المنزلية، وهو ما يمثل رسالة إيجابية قوية عن الاقتصاد المصري بوجه عام، وإن الحكومة اتخذت إجراءات وتيسيرات واسعة أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، مؤكداً استمرار الحكومة في سعيها لجذب كبريات الشركات العالمية في مختلف القطاعات والمجالات. امبارح وخلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم استعراض الترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي المقرر انعقادها بالقاهرة خلال الفترة من 4 ل 8 نوفمبر 2024. جدير بالذكر أن المنتدى الحضري العالمي بيعقد كل عامين للدول الأعضاء والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبيجمع المفكرين والمبتكرين والممارسين وصانعي القرار لإجراء مناقشات بناءة حول التحضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن دراسة تأثير التحضر السريع وانعكاساته على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المدن والمجتمعات. كمان امبارح استعرض المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال اجتماع مجلس الوزراء اللي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي جهود الوزارة لخفض الفقد في شبكات توزيع الكهرباء. في مستهل عرضه تناول الوزير جهود التعاون مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة بهدف التعامل مع مشكلة الفقد الفني وغير الفني في شبكات توزيع الكهرباء وفقاً لأحدث النظم والتكنولوجيات المطبقة في هذا الشأن، مستعرضاً عدد من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في هذا الصدد. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالدولة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره لهيئات وإدارات القوات المسلحة لتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة لنجاح المبادرة. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة كده مع أخبار المحافظات وأخبار خدمية كتير جدا شهدتها محافظات مصر. في المنيا 14 مدرسة جديدة دخلوا الخدمة هذا العام بتكلفة تتجاوز 151 مليون جنيه. أما في السويس فقد تم فتح باب التقدم للوحدات السكنية بمساحة 90 متر بمشروع دار. وفي الإسماعيلية كمان تم بدء تشغيل عيادات العلاج الطبيعي بمستشفى الحميات، وفي الشرقية تم جني 29 ألف فدان قطن من إجمالي المساحة المنزرعة. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة المنيا أعلنت أن إجمالي عدد المدارس اللي هتدخل الخدمة العام الدراسي الجديد 14 مدرسة ما بين إنشاء جديد وتوسعات وتعلية وإحلال جزئي وصيانات شاملة،
بإجمالي 207 فصل دراسي بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، ومتوقع دخول 8 مدارس الخدمة الترم الثاني ضمن الخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقيمة استثمارية بلغت 151 مليون و49 ألف جنيه. محافظة السويس أعلنت فتح باب التقديم للوحدات السكنية بمشروع دارا يوم الحد المقبل 22 سبتمبر على مساحة 90 متر بأسعار ميسرة حسب التميز في المكان، وتم عقد بروتوكول تعاون بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية للمساهمة في تقديم وحدات سكنية مميزة لصالح أبناء السويس وشروط مالية ميسرة. أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية بدء تشغيل عيادات العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وده تزامناً مع إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان اللي بتهدف لتحسين جودة الحياة من خلال توفير خدمات صحية متكاملة، وتم تشغيل عيادات العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية. شهدت محافظة الشرقية جني 29,000 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القطن بزمام المحافظة اللي تخطت 48,000 فدان صنف جيزة 94، منها مساحة 8,000 فدان مزروعة صنف جيزة 97 يزرع للمرة الأولى بأربع مراكز بالشرقية، كما تم إعداد 28 حلقة تسويقية استعداداً لتجميع المحصول من المزارعين، ويوجد بزمام المحافظة ثلاث محالك بمراكز الزقازيق وكفر صقر وميت يزيد. أعلنت جامعة سوهاج توفير كافة احتياجات مباني المدن الجامعية وجميع المتطلبات اللي بتضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، حيث سيتم استقبال 4300 طالب وطالبة للتسكين داخل المدن الجامعية هذا العام. افتتحت محافظة الأقصر مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة الجديدة. المكتبة الجديدة مساحتها الإجمالية 1886 متر والمباني مقامة على 600 متر ومكونة من طابق واحد، وبتشمل قاعة اطلاع للكبار وقاعة لتدريب الحاسب الآلي وقاعة للندوات والاجتماعات وقاعة ألعاب للأطفال وقاعة الأنشطة. شهدت محافظة المنوفية وضع حجر أساس لمجمع مدارس بالبتنون بمركز مدينة شبين الكوم لإنشاء مدرستين على مساحة تقارب 10,000 متر، أحدهما للتعليم الأساسي بعدد 32 فصل منها 8 رياض أطفال و24 ابتدائي، والأخرى تجريبية للغات بعدد 28 منها 4 رياض أطفال و12 ابتدائي و6 إعدادي وثانوي. افتتحت محافظة أسيوط المسرح المركزي بعد تطويره وتجديده والمعرض الدائم ورشة الأشغال، وده ضمن خطة تطوير المنشآت التعليمية والبنية التحتية لها وتفعيل الأنشطة المدرسية. أعلنت محافظة الوادي الجديد صدور موافقة وزارة الصحة على طلب المحافظة بزيادة أعداد الطلاب المقبولين بمدرسة التمريض بمركز الدخلة لتغطية احتياجات وحدات الإدارة الصحية بالدخلة من أطقم التمريض، على أن تجري اختبارات قبول الطلاب الجدد وفقاً للأعلى مجموعاً من قائمة الانتظار، وذلك يوم الأحد المقبل. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما اتكلمنا وقلنا ان هيئه الارصاد الجويه بتتوقع ان يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على اغلب انحاء الجمهوريه، شديد الحراره نهارا على اغلب الانحاء، مائل الحراره رطب ليلا، حار على اغلب الانحاء. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الجو النهارده هيبقى عامل ازاي من الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الفل عليك يا دكتور. يعني الجو النهارده حر زي ما اتكلمنا من شويه يا دكتور، وقلنا ان درجه الحراره هتبقى 39، سبب ارتفاع درجات الحراره ده ايه؟ صباح الخير على حضرتك استاذه بسنت، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. بالفعل اليوم هنوصل لذروه ارتفاع قيم درجات الحراره، يمكن وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه بدانا من امس الخميس ارتفاع في قيم درجات الحراره، ده بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية. الكتل الهوائية الصحراوية دي مرتفعة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، اليوم هترتفع بمعدل 3-4 درجات وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية خلال فترة النهار.
كمان في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، لكن ده كله هيكون في المحافظات الداخليه، يعني محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، محافظات الصعيد، لان كل ما اتجهت جنوبا طبعا قيم درجات الحراره بتزيد، الاجواء بتكون اجواء شديده الحراره بشكل كبير في معظم المحافظات، فيما عدا بعض الاماكن من سواحلنا الشماليه الغربيه، دي الكتل الهوائيه الشماليه تبدا تاثر عليها فيحصل فيها انخفاض عن امس، لان بالامس كانت ذروه الارتفاعات في المناطق دي، فبالتالي المناطق المطله على البحر المتوسط من المنطقه الغربيه قيم درجات حرارتهم هتكون ما بين 32 33 واجواءهم هتكون اجواء حاره فتره النهار. كمان الصغرى تاثرت فتره الليل، يعني احنا رغم غياب اشعه الشمس وبيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره، لكن احنا الليله الماضيه الصغرى تاثرت بشكل كبير وكانت مرتفعه وصلت ل 28 و29 درجه مئويه فتره الليل. لكن بشكل تدريجي في الليله اللي جايه ان شاء الله هيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره الصغرى وتنخفض، اللي هي الليله النهارده، الليله بتاعت النهارده باذن الله هتكون الصغرى فتره الليل ما بين 26 ل 27 درجه مئويه، لان زي ما قلنا في الاول النهارده ذروه الارتفاعات، يعني اعلى قيمه درجه حراره هنسجلها هتكون النهارده. من بكره السبت ان شاء الله هيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره بمعدل من 4 ل 5 درجات، والانخفاض ده يستمر معانا على مدار الاسبوع اللي جاي كله. فبكره السبت متوقع عظمى على القاهره الكبرى 35 درجة مئوية، فأنا هحس بفرق قيم درجات الحرارة ما بين النهاردة وبكرة إن شاء الله. مزيد من الانخفاضات هتكون معانا الحد والاثنين، لأن احنا متوقع كمان تكون قيم درجات حرارة 32 و33 درجة مئوية على مدار الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، ويمكن ده يتزامن مع البداية الرسمية لفصل الخريف يوم الحد اللي جاي، يمكن كمان يتزامن مع بداية العام الدراسي. فهنحس بأجواء خريفية بشكل كبير على مدار الأسبوع اللي جاي، ده بسبب إن الكتل الهوائية ترجع تاني، كتل هوائية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، وأيضا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هنلاقي سحب منخفضة ومتوسطة على مدار اليوم. فالنهاردة هو ذروة الارتفاعات، مع الارتفاع الملحوظ في قيم درجات الحرارة عندنا كمان بعض الأتربة والشوائب العالقة ممكن تأثر على الرؤية الأفقية اليوم، هنلاحظها في القاهرة الكبرى، في محافظات الوجه البحري، في محافظات شمال الصعيد، هنلاقي في اعتدال في سرعات الرياح في معظم المحافظات فيما عدا بعض المناطق من جنوب سيناء هيكون عليها نشاط للرياح، ونشاط الرياح ده ممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة، أنا بتكلم تحديدا عن اليوم اللي هيكون هو ذروة الارتفاعات. كمان في اعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ارتفاع أمواج لا يتجاوز 2 متر، مؤهلين تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزل. الفترة اللي جاية بشكل كبير إن شاء الله بعد ما نعدي الارتفاعات هنبدأ نلاحظ الانخفاض الملموس والملحوظ في قيم درجات الحرارة في فترات الليل، فمهم جدا ناخد بالنا الفترة اللي جاية من فرق قيم درجات الحرارة اللي هنحسه ما بين فترات النهار وفترات الليل. فترات النهار دايما هيكون فيها استقرار ودفء، فترات الليل ممكن في بعض الايام نحس بالبروده، او بالظبط ممكن نحس بالبروده. كثافه الشبوره المائيه كمان هتبدا تختلف مع دخولنا في فصل الخريف، كثافه الشبوره المائيه بتبدا تزيد، تبدا تزيد يعني تاثر على الرؤيه الافقيه على الطريق بشكل كبير. فمهم جدا في الفتره اللي جايه ان احنا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، متابعتي للنشره الجويه هتخليني اعرف ايه الظواهر الجويه المختلفه وابدا اقنع نفسي مع اي ظواهر جويه مختلفه. مهم النهارده مع الارتفاعات الملحوظه في قيم درجات الحراره نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره، لان اكيد هيخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى. لو اضطريت للخروج في وقت الظهيره اللي هو من 12 الظهر ل 4 5 العصر يكون معايا غطاء للراس يحميني من اشعه الشمس، سنتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، وتكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق مع اي ظاهره جويه ممكن تاثر بانخفاض في الرؤيه الافقيه. على كل حال احنا اكيد بنتابع مع حضرتك اول باول اخبار الطقس كل يوم، ويعني حلو ان الفتره الجايه درجات الحراره هتنزل بشكل ملحوظ. كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نتابع مع بعض درجات الحراره المتوقعه النهارده في اغلب المحافظات، ونبتدي مع محافظه القاهره العظمى فيها 39 والصغرى 25، العاصمه الاداريه 39 الصغرى 25، الاسكندريه العظمى
32، 22 العالمين الجديدة، 33 الصغرى، 25 مطروح، 32، 24 دمياط، 31، 24 بورسعيد، 23، 32 الإسماعيلية، 39 و 25 السويس، 39، 24 العريش، 33، 23 كاترين، 33، 18 طابة، 33، 26 حلايب، 37، 28 شلاتين، 41، 27 شرم الشيخ، 40، 28 الغردقة، 40، 28 الفيوم، 40، 25 بني سويف، 40، 25 الوادي الجديد، 42 الصغرى، 28 أسيوط، 42، 25 سوهاج، 42، 27 إنا، 43، 27 الأقصر، 43، 27 أسوان، 43، 28. دي كانت درجات الحرارة بالتفصيل في محافظات الجمهورية. خلونا دلوقتي نرجع مرة تانية لمحمد ودينا. مرة تانية بنرجع لكم يا محمد ودينا. شكرا ليكي بسا. شكرا ليك. دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في السياق التقريري اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه النهاردة وفقاً لما أعلن عنه مكتب التنسيق وأكد أنه تيسيراً على أبنائنا الطلاب هيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أو التحويلات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام هؤلاء الطلاب لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10%، وده خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 20/9/2024 حتى يوم الحد الموافق 22/9/2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن. النهاردة آخر يوم معرض أهلاً مدارس 2024 الرئيسي بمدينة نصر بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض في استقبال المواطنين يومياً من الساعة 11 وحتى 10 مساءً، وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بالمعرض، حيث يوفر نحو 200 عارض المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تصل ل 30%. وبيتضمن المعرض جميع المستلزمات من ملابس وأحذية وشنط مدرسية وزي مدرسي وكشاكيل وكراسات وأقلام وكل ما يلزم من أدوات مدرسية. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية لفريق الزمالك مع فريق البوليس الكيني في تمام الساعة 8 مساء في الدور التمهيدي الثاني في بطولة الكونفدرالية. موجة شديدة الحرارة بتضرب مختلف محافظات الجمهورية حالياً، وده بالتزامن مع بداية زراعة محاصيل العروة الجديدة. عشان كده مهم جداً نقدم نصائح لأهلنا المزارعين إزاي يتعاملوا مع أكثر من 12 محصول بيتأثروا بالأشعة الشمسية بشكل مباشر. هنحاول نتعرف كده إزاي نقدر نقلل من أثار الحرارة لحد ما تنكسر هذه الموجة الحر. صحيح، عشان كده معنا على التليفون الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، تفاصيل أكتر هنعرفها منه. بنرحب بحضرتك وصباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا يا فندم، ربنا يخليك. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. حابين نعرف من حضرتك طبعا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة اللي بتشهدها محافظات الجمهورية، إيه النصايح اللي ممكن حضرتك تقدمها للمزارعين عشان يتفادوا أي خسائر أو تلفيات في المحاصيل، وده طبعا بسبب الارتفاعات الشديدة في درجات الحرارة؟ طبعا زي ما تم استعراض تقرير هيئة الأرصاد، إن شاء الله تكون هي أصلا موجة مؤقتة أخيرها النهاردة إن شاء الله في معظم المناطق، وممكن تستمر بكرة في مناطق الصعيد. بس خلينا نعرف برضو أهلنا المزارعين كلهم عارفين النهاردة 9 توت، وطبعا شهر توت هو الشهر المصري القبطي اللي هو أول شهر في السنة الزراعية الجديدة. يعني أنا مقبل فعليا على زراعة محاصيل مهمة جدا في مصر، وده معاد زراعتها محاصيل زي البطاطس وزي بنجر السكر ومحاصيل كمان زي البصل اللي في الصعيد المقور اللي بيجي في وقت مهم، وزي الثوم وزي الفاصوليا البيضاء والبسلة والفراولة طبعا والخرشوف ومحاصيل الخضر نفسها، ده معاد ليها. وبالتالي المحاصيل دي المفروض انها بتزرع امتى؟ بتزرع في نهاية الصيف،
يعني لما الاجواء تكون مؤهله تماما انها داخله على الخريف، يعني المفروض ما يكونش فيه اي ارتفاعات في الحراره عاديه، مش ارتفاعات كمان قياسيه. طبعا ما شهدته البلاد خلال امبارح بالتحديد ارتفاع كبير فوق المعدل في مثل هذا الوقت من السنه، وبالتالي في توصيات مهمه ومهمه ايضا للمزارع ان يلتزم بها. موضوع الري لازم المزارع يعرف ان مع تغير المناخ الخبرات وممارساته الزراعيه لازم تتغير، فموضوع الري مهم قوي، كاني بالظبط كده في متوسط في يعني في منتصف الصيف. يعني بلاش اغراق، يعني هو خبرته بتقول ان في نهايه الصيف مع بدايه الخريف بزود الفتره ما بين الريات شويه، لان خلاص الجو كسر. لا، الجو ما كسرش لسه، انا بتكلم عن الموجه الحاليه، وبالتالي الزراعات اللي لسه مزروعه وهي زراعات مهمه زي ما قلت لسه مزروعه دي لا تتحمل هذا الارتفاع في درجات الحراره ويكون في نقص ميه. فمهم جدا جدا ان موضوع تقريب فترات يقرب فترات الري شويه. مهم قوي كمان انه يضيف بعض المركبات اللي هي بتساعد النبات على تجاوز الحراره العاليه زي مركبات البوتاسيوم فوسفيت وسيليكات البوتاسيوم. هو عارف المركبات دي كويس، ده وقتها يعني ده وقتها. دكتور فهيم معلش انا اسف للمقاطعه، هل الافضل دلوقتي يعني للي بيسمعنا للفلاحين والمزارعين ان هم ينتظروا شويه لغايه ما موجه الحر تنكسر ويبدا بزراعه هذه المحاصيل، ولا مش مشكله ممكن يبتدي من دلوقتي خلال هذه الموجه الحاره بالزراعه؟ لا، هو الحمد لله عشان كمان زي ما قلت لحضرتك انها مش موجه طويله، هي مجرد يعني 48 ساعه او 3 ايام بالكثير، وبالتالي يعني اللي فعليا والنهارده الجمعه في الغالب المزارع يعني لو عنده عروه بيزرعها جديد ولا حاجه يعني بيستنى لما يبدا السبت او الحد. فانا ده اللي بنصح بيه، وده سؤال مهم وشكرا جزيلا لحضرتك. طبعا ان اللي هيزرع العروه ومجهز نفسه حتى لو النهارده او بكره في الصعيد يفضل ان هو يبدا يا اما السبت في وجه بحري او الحد في وجه ابلي، وخاصه للمحاصيل اللي انا قلت عليها، لان في النهايه برضه هي محاصيل لا تتحمل هذا الشكل من ارتفاعات الحراره. طيب بالنسبة لزراعة العروة الجديدة، هل الوقت الحالي مناسب؟ حضرتك بتقول يعني يفضل ان احنا ننتظر شوية، هل بالفعل ممكن ان احنا يكون في نوعية من المحاصيل تقدر ان احنا نزرعها في درجة الحرارة المرتفعة دي وتكون بتناسبها بشكل كبير؟ ده اصلا احنا اخرنا العروة دي، يعني معظم المحاصيل اللي انا اتكلمت عليها دي اتأخرت ما بين 10 ل 10 ايام لاسبوعين بسبب استمرار الصيف الحار والحر صحيح. جدا، فاحنا مأخرينها اصلا يعني. فنقدر نقول ان الحمد لله الاجواء خلاص هتنكسر، هي انكسرت طبعا الاسبوع اللي فات ولكن حصل هذه الموجه المؤقته. لا طبعا يعني الوقت دخل علينا ودخل على المزارعين، ولازم طبعا نبدا في زراعه كل المحاصيل اللي قلناها بما فيها طبعا محصول فراوله لان اخرناه برضو حوالي اكثر من اسبوعين. نبتدي زراعه وان شاء الله تكون سنه خير ورزق لكل المزارعين لكل مصر ان شاء الله يا رب. دكتور فهيم حضرتك ذكرت ان في 12 محصول مهمين جدا بيتزرعوا خلال هذه الفتره والعروه الجديده، سؤالي لحضرتك هل في تفاوت ما بين محصول لاخر بدرجه احتماله لارتفاع درجات الحراره؟ يعني في بعض المحاصيل ممكن تتحمل ارتفاعات في الحراره خلال موسم الانبات او الزراعه؟ زي ما حضرتك ما تفضلت بالظبط، المحاصيل المنزرعه هي محاصيل عروه اسمها كده، محاصيل عروه النيلي. والمزارع عارف محاصيل العروه النيلي بتزرع تقريبا من اول 15/8 او 20/8. طبعا زي ما قلت لحضرتك هي 20/8 او 15/8 في معظم الاوقات سابقا كان بتزرع في وقت حر، بس ال 10 ايام الاولانيين بيبتدي يكسر الحر، وده اللي ما حصلش السنه دي. وبالتالي هي لا تتحمل الحراره في فترات الانبات وفي فترات النمو الاولانيه، عشان كده كان نصيحتنا لمعظم المزارعين ان يراعي جدا موضوع الصيف المتاخر، وده احد اشكال وتداعيات تغير المناخ في مصر. عشان الناس احيانا بيسالوا هو تغير المناخ عباره عن ايه؟ عباره عن تاخر الصيف. صحيح. والصيف مش هينتهي ولا هيلتزم بالميعاد بعد بكره اللي هو بدايه الخريف الرسمي في مصر يوم 22 سبتمبر، مش هيلتزم. وبالتالي المزارع لازم يكون عارف ان الخبرات بتاعته الجيده والكويسه لن تكفي امام تغير المناخ، فيلتزم بالتوصيات اللي احنا بنقولها دايما. والمحاصيل دي محاصيل بالمناسبه حتى مهمه للمستهلك، لانها محاصيل جايه بعد فجوه طويله. البطاطس اخر مهم. بطاطس اتقلعت او اتحصلت في مصر كانت في شهر 6، لسه البطاطس الجديده هتزرع او زرعت الايام اللي فاتت لسه هتيجي في اخر 11، وبالتالي هي بطاطس محصول مهم. نفس الموضوع البصل، نفس الموضوع الثوم.
نفس الموضوع حتى محاصيل الخضر، الطماطم والفلفل والبتنجال، وكمان زي ما قلت الخرشوف والفراوله والفاصوليا البيضاء والبسله المبكره، كل والبنجر السكر طبعا مهم للمصانع بتاعه السكر. فزي ما قلت لحضرتك هي حتى المزارع بيسميها سرة الموسم الزراعي المصري، يعني الوقت المهم قوي للأمن الغذائي المصري كمان، صح. مش للزراعة بس. فطبعا مهم أن يكون المزارعين ملتزمين معانا، وأنا بشكر جدا جدا التلفزيون المصري لأن دي مسؤولية مجتمعية مهمة، أن يكون حتى كأنه جهاز إرشاد في توصيات مهمة، والمزارعين كلهم موجودين وصحيين بدري وبيسمعوا دلوقتي. طب طالما الناس بتتابعنا وصحيين بدري المزارعين، حضرتك يمكن قلت احنا بنفترض ان انا ازود عدد الري وكمان كميات المياه تكون وفيرة مع وضع بعض المركبات الطبية الخاصة علشان تساعد النباتات علشان تقدر تعدي موجة الحر، هل بالنسبة كمان للمبيدات والأسمدة في حاجة معينة حضرتك توصي بيها خلال الفترة اللي جاية؟ دي الأسئلة كويسة. طبعا انا بنصح اهالينا المزارعين ان يبعد شويه عن اليوريا كمصدر للازوت، مصدر للاستماد النيتروجيني، لان اليوريا بتعمل زياده في النمو الخضري مع زياده الحراره ومع زياده البخر الناتج، بيحصل حاجه اسمها سروله، والمزارع بيشتكي بيقول هو الزرع عمال يطول لفوق ليه ومش عاوز يعمل جسم، مش عاوز يعمل لبش او عرش، ده طبعا بسبب موضوع. فانا افضل ان انا استخدم صوره اخرى زي نطرات النشادر او لو سلفات النشادر في التجهيز، فده حاجه مهمه. الناحيه الثانيه مجرد ما يحصل زياده في الحراره وبعد كده انكسار في الحراره، النبات بيهيئ للاصابه، بيهيئ فسيولوجيا يعني للاصابه بمجموعه من الامراض النباتيه ومجموعه من الافات، فلازم من الاسبوع اللي جاي الزراعات الموجوده يكون في حصر دقيق للزراعات، وينزل يبص في الارض بتاعته ويمشي جواها ويشوف لو ظهر اي مرض او اي حشره يتعامل معاه فورا، لان الوقت هيكون مناسب لزياده ضراوه هذه الامراض والافات عشان ما يحصلش مشكله في بدايه الموسم، احنا لسه في الاول. طبعا جميل. طب دكتور فهيم، ده بالنسبه للاسمده والمبيدات سريعا، يعني بالنسبه للري الفتره المقبله عدد الريات حضرتك ذكرتها، هل من الافضل يبقى فيه استمرار للري؟ ازاي اهلنا واخواتنا المزارعين يضبطوا مساله الري مع بدايه موسم الخريف؟ وده دي توصيه فنيه مهمه، يعني على سبيل المثال لو انا بروي متعود ديرو البطاطس في الفتره دي على 12 يوم، لا هروي على 8 ايام الري بالغمر للمنوبه. لو بيروي بالتنقيط طماطم او كذا او كذا، بدا يبعد شويه الريات، يعني لا دلوقتي يروي لمده ساعه مثلا يوم ويوم، دي مهمه جدا لمحاصيل الخضر. وبالمناسبه مش احنا نسينا نقول حاجه مهمه، ان دي برضه وقت شتل بساتين الفاكهه الجديد، يعني الاراضي الجديده او الاراضي حتى القديمه اللي بيزرع بساتين فاكهه، بيزرع موالح، بيزرع عنب، بيزرع مانجا، بيزرع نخيل، هو ده برضو الوقت بتاعها. نفس الموضوع برضو ما تاخرش ابدا بالميه والري عن الفاكهه اللي لسه مشتوله جديده، وما اربطش نفسي بان ده الميعاد اللي انا متعود عليه كل سنه، لا بسبب المناخ وتغير المناخ عود نفسك ان انا رجعت 20 او 25 سنه 25 يوم لورا في درجات الحراره. تغير المناخ اللي لازم المزارع المصري يحط في الاعتبار ان كتير من ممارساته لازم تتغير عشان نقلل من مشاكل تغير المناخ في مصر. طبعا بنشكر حضرتك دكتور محمد علي فهيم على كل المعلومات اللي حضرتك قلتها لنا، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، وكل سنه وحضرتك طيب وكل اهلنا المزارعين طيبين، ولمناسبه العروه الجديده او زراعه العروه الجديده. بالتوفيق طبعا لكل المزارعين، ويكون عندنا انتاج كبير جدا من المحاصيل الزراعيه الجيده بشكل كبير. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان اتكلم في ملفات كتير خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي له، وقال ان الحكومه بتجاهد لعدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى، وأكد أن الكهرباء لن تنقطع مجددا، وتم تأمين الشحنات البترول لضمان تحقيق ده. كمان السيد مدبولي قال أن الحكومة كانت بتعمل طوال الفترة اللي فاتت عشان تؤمن الشحنات الخاصة للفترات المقبلة بس لعبور فترة الصيف بهدف عدم انقطاع الكهرباء. الفترة المقبلة هنحتاج إلى شحنات جديدة، وده هيتحقق بمشيئة الله. الحقيقة اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم إن إحنا كل الاجتماعات اللي كنتوا بتتابعوها على مدار الأسبوعين أو الثلاثة أو الشهور الشهرين اللي فاتوا ما كانتش فقط بغرض تأمين احتياجات شحنات الصيف، إحنا كنا شغالين على تأمين كل احتياجات الدولة عشان ما نرجعش تاني نقطع كهرباء. وعشان كده النهاردة أنا واقف قدامكم عشان أقول له حضراتكم وأقول كل المصريين لن نقطع الكهرباء مرة أخرى،
لن يعود انقطاع الكهرباء مرة أخرى. الدولة المصرية على مدار الفترة اللي فاتت دي كنا عمالين ندبر الشحنات مش عشان الصيف، ولكن عشان نؤمن الشحنات لضمان استمرار هذه الخدمة وعدم انقطاعها. أنا عايز بس أقول لحضراتكم عشان الناس ممكن ما تكونش متخيلة مدى العبء. حضراتكم تتذكروا لما وقفت قدام حضراتكم وإحنا في الصيف وكان حصل يعني زيادة للانقطاعات، وقلت إن إحنا هندبر بصورة مبدئية 1,180,000,000 دولار عشان نعدي بيهم الصيف. الرقم اللي إحنا فعليا استخدمناه عشان نعدي فترة الصيف تجاوز 2.5 مليار دولار. الدولة دبرتهم علشان نضمن إن ما نقطعش كهرباء في الصيف. طب بقية الفترة اللي جاية دي كلها بنأمن الشحنات وبندير المنظومة بالكامل ازاي عشان نضمن ان ما يحصلش تاني ان شاء الله انقطاعات في التيار الكهربي، والاهم ازاي على الصيف القادم اللي هو بيحصل فيه استهلاكات عالية جدا ما يبقاش الموضوع بيكلفني فاتورة ضخمة زي اللي حصلت في شهرين الصيف دول. ايضا قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خالص التعازي لاسر ضحايا حادث قطار الزقازيق، وقال انه تابع على السوشيال ميديا بعد الحادث حملة التشكيك في المشروعات بمرفق النقل اللي الدولة قامت على مدى فترة طويلة بتقديم العديد من الخدمات لتطوير هذا المرفق الهام. صحيح، وقال كمان إننا بنتكلم بمنتهى شفافية وإن مرفق السكك الحديدية شهد حالة من التدهور خلال عقود، ده بسبب عدم إجراء عمليات الصيانة اللازمة، وده تطلب طبعا جهد كبير جدا للتحديث وتقليل العنصر البشري، وتم تطوير السكة الحديد ونفسها كمان وكل الإطارات. خلوني أبدأ الأول بالحادث المؤسف اللي حصل من تصادم قطاري الزقازيق. وبداية طبعا يعني بتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا هذا الحادث، وأيضا تمنياتي بالشفاء العاجل يا رب لكل المصابين اللي ما زالوا موجودين وبيتلقوا العلاج في هذا الموضوع. والحقيقة أن أنا تابعت على السوشيال ميديا على طول بعديها، يعني طبيعي الناس طبعا بتبقى أي حادث بهذا الشكل كلنا بنبقى متضايقين وبنبقى زعلانين قوي، لكن ابتدى بقى تشكك في طب المشروعات اللي الدولة عملتها على مدار الفترة اللي فاتت في هذا القطاع، وبرضه بتحصل حوادث والكلام ده كله، والكلام اللي بيثار بهذا الكلام، وانتوا أنفقتوا مئات المليارات على هذا المرفق وما زال اهو بتحصل حوادث، طب هو ايه اللي بيحصل؟ أرجو من الودايا احنا بنتكلم بمنتهى الشفافية. هذا المرفق كان وصل إلى حالة من التدهور، كان يعني حالة الحقيقة كانت صعبة جدا نتيجة لأن على مدار عقود من الزمن ما كانش بتوصل له الموارد المالية التي تكفي حتى للصيانة. أنا مش هتكلم في الاستثمار ولا إن إحنا نعمل مشروعات كبيرة، فبالتالي كان البداية عشان نعالج هذا الإشكال الكبير جدا في مرفق بينقل يوميا ملايين من المصريين بيتطلب جهد شديد جدا جدا جدا. والتحديث هنا ان احنا اهم شيء في هذا الموضوع ان ازاي ان احنا نقلل تماما من تأثير العنصر البشري في ادارة منظومة هذا المرفق المهم جدا. عشان كده المرفق ده كان بيستقبل اعمال تطوير شاملة، تطوير السكة نفسها الحديد انها بتتغير بالكامل، تطوير الاطارات، تطوير انظمة التحكم. وانا عايز بس اقول ان الخط تحديدا اللي حصلت فيه المشكله اللي هو خط سكه بنها الزقازيق الاسماعيليه بورسعيد ده طوله اكتر من 214 كيلو وفي حوالي 21 برج تحكم. احنا غيرنا السكه بالكامل، تم تطويرها بالكامل، الابراج التحكم في 16 منهم اتحولوا الى ابراج كهربائيه الكترونيه بالكامل، متبقي 5 أبراج هيخلصوا على آخر السنة دي، منهم للأسف البرج اللي كان الحادثة حصلت عنده ده المفروض المفترض إن شاء الله على بداية نوفمبر هيكون اتغير بالكامل. رئيس الوزراء كمان اتكلم عن دعم الدولة للاستثمار وتشجيعها للمستثمرين، وإنه هذا الأسبوع شهد زيارة مهمة جدا زي زيارة الرئيس الألماني، وبعدها كان في اجتماع مع اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة، وبعدها كمان زار رئيس الوزراء المملكة العربية السعودية، وكان محور هذه الزيارة هو تشجيع الاستثمارات السعودية داخل الدولة المصرية.
وكمان قال اننا بنسعى لتشجيع الاستثمارات السعوديه في مصر وفتح افاق جديده للتعاون بين البلدين، واعلن كمان عن مناقشه مسوده اتفاق مشترك مع السعوديه لحمايه وتشجيع الاستثمار بين البلدين. يمكن انا هتكلم شويه النهارده على ملف الاستثمار والتعاون الاقليمي والدولي، لان هذا الملف الحقيقه يعني المدار الاسبوع ده الحقيقه شهد حاجات كبيره جدا، ودايما بيتقال لنا مفيش يعني بديل للدولة المصرية غير بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وزودوا تشجيع المستثمر الأجنبي انه يجي ويضخ استثمارات في البلد. ارجو من حضراتكم يعني نتابع بالظبط ايه اللي حصل على مدار هذا الاسبوع. الاسبوع ده بدأ بزيارة مهمة جدا من رئيس دولة ألمانيا، وألمانيا طبعا من اكبر الدول العظمى وهي اكبر دولة في اوروبا ومن اكبر اقتصاديات العالم، وطبعا كان هناك لقاء مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واتفاق وتوقيع العديد من المشروعات. لكن الأهم ان السيد الرئيس الألماني كان معاه وفد كبير من كبار الشركات الألمانية، وبيكلموا معانا على مشروعات مهمة جدا في قطاعات الصناعة والتنمية بصورة معينة، والشركات دي الحقيقة يعني بتتجه لوضع خطط تنفيذية لمشروعات كبيرة جوه مصر. زاروا مع بعض طبعا واحدة من المحطات المهمة جدا لمشروع القطار الكهربائي السريع فائق السرعة اللي بتنفذه معانا طبعا شركة سيمنز الخط الأول، وده بيعتبر الحقيقة رمز من رموز التعاون ما بين مصر وألمانيا. والحقيقة يمكن الشركات أيضا اللي بتنفذ هذا المشروع المهم جدا اللي أثنى عليه الرئيس الألماني وقال ده من أهم المشروعات اللي هتسهم في تحديث مصر، شركات مصرية كبيرة بننقل لها الخبرات، وبقت النهاردة عندنا قادرة انها تقوم بتنفيذ مثل هذه المشروعات في دول تانية ايضا. ولكن الرسالة المهمة شركات ألمانية كبيرة ابدت اهتمام، وكلها بتتكلم على توسعات. القائم منها هنا في مصر بيتكلم على خطط توسع لمشروعاته جوه مصر، وشركات بتيجي لأول مرة وبتقول احنا عايزين نيجي نستثمر في مصر في خلال الفترة الجاية. ايضا كان هناك اجتماع للجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة، وايضا كان الكلام من خلال هذه اللجنة على تفعيل استثمارات كويتية بصورة كبيرة في خلال الفترة الجاية. انا قمت الحقيقة بزيارة مهمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، والحقيقة كان محور هذه الزيارة هو تشجيع الاستثمار في مصر وفتح افاق كبيرة جدا لزيادة الاستثمارات ان شاء الله السعودية في مصر. والحقيقة شرفت طبعا بلقاء سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، ونقلت لي تحيات طبعا فخامة الرئيس لشقيقه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ولسموه، وحرصنا على الكلام على حاجات مهمة جدا لتشجيع الاستثمار السعودي داخل مصر في خلال الفترة القادمة بإذن الله. الشيء المهم ان احنا يعني تم الاعلان طبعا وزي ما حضراتكم تابعتوا ان احنا انهينا مسودة الاتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية المشترك. وانا بس حابب ان انا عشان لقيت برضو كلام بيتقال يعني ايه حماية الاستثمارات السعودية، لا هي الاتفاقية هي اتفاقية مشتركة متبادلة، بمعنى انها اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية والسعودية ايضا. والاتفاقيات دي مصر موقعة على العديد والعشرات من هذه الاتفاقات الثنائية مع العديد من الدول، عدد كبير من الدول العربية احنا بنوقع هذه النوعية من الاتفاقيات. ويمكن كان هناك رغبة مشتركة ما بين مصر والمملكة العربية ان احنا نعمل نفس الاتفاقية دي عشان تبقى للاستثمارات وتشجيع الاستثمارات المشتركة ما بين البلدين. الاتفاقيات دي بتتكلم على ايه؟ ازاي ان احنا نيسر من اجراءات دخول المستثمر ونشجعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، إزاي لقدر الله لو في حال نوع من النزاعات يبقى في آليات سريعة لحل وتسوية هذه المنازعات، بيبقى هو ده محور هذه الاتفاقيات. والاتفاقيات دي ما بتتوقعش غير لما بيبقى في رغبة مشتركة من الجانبين، عشان شايفين إن في بقى حجم استثمار مشترك وعايزين إن احنا نسرعه ونكبره بصورة كبيرة. واللي عايز اقوله لحضراتكم ويمكن حضراتكم سمعتوا، ولكن انا حابب ان انا اكرره، هو ما بقاش فقط في استثمارات سعوديه في مصر، ولكن بقى في استثمارات مصريه ايضا في المملكه. ويمكن وزير الاستثمار السعودي قال ان النهارده بقى في السعوديه في تواجد لاكثر من 5700 شركه مصريه.
بمشروعات هناك هم مقدرينها، ان هذه المشروعات على مدار السنين القادمة بتتكلم في حجم استثمار يصل الى 70 مليار ريال سعودي. فبقى في تواجد ايضا مصري موجود في المملكة زي ما بقى في تواجد سعودي في مصر، واللي احنا بالتأكيد كدولتين بنشجع زيادة هذه الاستثمارات المتبادلة وتكاملها، وهو ده اللي اتكلمنا عليه، ان يبقى في نوع من الشراكات والتكامل ما بين الشركات المصرية والسعودية عشان ندخل مع بعض في كيانات مشتركة في أسواق أخرى بإذن الله في خلال الفترة الجاية. وده برضو استثمار أجنبي مباشر إن شاء الله الفترة الجاية يدخل إلى مصر. وكان طبعا يعني سمو الأمير أكد على إن الصندوق الاستثمارات السعودي هيبقى بيضخ في خلال الفترة الجاية 5 مليار دولار أمريكي في مشروعات هيتم الاتفاق عليها أو هيتم الاتفاق عليها من الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة. ده بالإضافة أو بخلاف الاستثمارات اللي القطاع الخاص السعودي إن شاء الله هيدخل فيها، وكان فيه اهتمام شديد جدا، ويمكن كان عندي فرصة أن أنا ألتقي مع اتحاد الغرف السعودية وقعدنا مع كبار المستثمرين الكبار هناك، وكان فيه اهتمام شديد لزيادة الاستثمارات إن شاء الله في خلال الفترة القادمة بإذن الله. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف أن تكون هناك تنمية لعدد من المناطق على ساحل البحر الأحمر بهدف دخول الدولة في استثمارات كبيرة واكتذاب استثمارات أجنبية. ولفت مدبولي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى أنه تم إصدار قرار بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال مؤكدا أهمية احتضان الشركات الناشئة. كما شدد مدبولي على أن انقطاع الكهرباء لن يعود مرة أخرى، مشيرا إلى أنه تم تأمين الشحنات اللازمة لضمان عدم انقطاع التيار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة. اختتم وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي لقاءاته مع 12 عضوا بالكونغرس الأمريكي بلقاء كل من النائب ستيف سكاليز زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب والسيناتور جون أوسوف عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ والسيناتور كريس فان هولن عضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. هذا وأوضحت الخارجية في بيان أن اللقاءات أتاحت الفرصة لاستعراض كافة جوانب العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية وما شهدته مصر من تقدم على صعيد حقوق الإنسان. كما عكست اللقاءات إدراكا متزايدا من أعضاء الكونغرس للدور المصري البناء في المنطقة والتطورات التي تشهدها على مختلف الأصعدة والخطى الحثيثة التي تخطوها لدعم الأمن والاستقرار على الرغم من الاضطرابات الجسيمة التي يعاني منها الشرق الأوسط. كما التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بكل من السيناتور ديك دوربن والسيناتور جيف ميركلي، والتقى بالسيناتور الديمقراطي جاك ريد رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ. وأوضحت الخارجية أن الوزير بدر عبد العاطي استعرض أهم التطورات التي تشهدها مصر على صعيد التنمية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث قدم عرضا حول تطورات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إضافة إلى الجهود المبذولة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية. هذا وأكد وزير الخارجية على استمرار جهود الدولة المصرية في العمل على التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، كما استعرض الدور الذي تطلع به مصر للتعامل مع الأزمات في السودان وليبيا والصومال، حيث تعمل مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة. استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين من بينهم نساء وأطفال، وذلك جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة. وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.
قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن الهجوم الذي تشنه كييف على كورسك الحدودية الروسية أرغم موسكو على نقل 40,000 جندي إلى تلك المنطقة. وأوضح زيلنسكي أن الوضع في الجبهة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا مقلق للغاية، حيث كان الجيش الروسي قد أحرز تقدماً في الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن كييف تمكنت من تقليص قدرات موسكو. استقبل وزير السياحة والآثار شريف فتحي رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد الفهيد، وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز مزيد من التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة العربية للسياحة خلال الفترة المقبلة، حيث أكد فتحي أهمية التعاون القائم بين الوزارة والمنظمة لتنمية وتطوير السياحة العربية بالمنطقة وتشجيع وزيادة حركة السياحة العربية، مثمنا على الدور الذي تقوم به المنظمة في تطوير العمل العربي المشترك وتعزيز التبادل السياحي بين الدول العربية. انتهى موجز الثامنة، عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. العادات والتقاليد الدينية للأطفال والشباب في سن المراهقة بتتطلب مننا متابعة مستمرة من الأب والأم طول الوقت. كمان لازم نعلمهم بشكل سليم إيه هي طرق الالتزام الديني، وإزاي كمان يحافظوا على مظهرهم في سن البلوغ والالتزام بملابسهم طبقا للشريعة الإسلامية والدين الإسلامي اللي ربنا أمرنا بيه. مع إيقاع الحياة الجديدة ودخول للأسف الشديد كده عادات وتقاليد غريبة عن تراثنا وعن ثقافتنا الإسلامية، بيبقى في تحدي كبير أمام الأباء والأمهات إزاي يواجبوا هذا التطور مع أولادهم، إزاي يعلموهم قيم الأصيلة للدين، يحافظوا إزاي على الفروض، على الصلاة، يحافظوا إزاي كمان على مظهرهم شكلهم بما يناسب ثقافتنا وقيمنا الدينية، إزاي يتم غرس القيم والعادات التقاليد الدينية الأصيلة مع أولادنا. ده هنحاول يعني نتكلم فيه النهاردة مع حضراتكم في الفقرة الدينية ليوم الجمعة في صباح الخير يا مصر مع دكتور إسماعيل محمد عبد الحي الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. منورنا ومشرفنا، أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني بداية القواعد، نتكلم كده القواعد الأساسية في التعامل مع أولادنا في سن البلوغ سواء أولاد أو بنات للحفاظ على قيمنا الأصيلة فيما يتعلق بالمظهر والشكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أولا كل عام وحضرتك وأستاذتنا الفضلة والسادة المشاهدين والأمة الإسلامية العربية العالم كله بخير وصحة وعافية بمناسبة المولد النبوي الشريف. وحدك طيب وبخير. التعامل مع الأولاد وتربية الأولاد يكون بالقدوة، أهم شيء لغرس الأخلاق الطيبة والأشياء الصالحة في الأولاد أن يكون الوالد والوالدة قدوة طيبة لأولاده. صحيح. للأسف الشديد احنا بنشوف بعض الناس هو بيتناسى هذا الأمر، وممكن يظل يطلب من أولاده أشياء وهو يخالفها، يعني يقول لابنه صلي وهو مش بصلي، أو مثلا يطلب من ابنه أنه هو يتكلم كلام مؤدب وهو ممكن يخالفه. طبعا يا جماعة احنا لابد أن نعلم أن الفعل يؤثر أكثر من الكلام، لأن قالوا يعني قديما كفعل رجل، فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل. فبعض الناس يظل ممكن يتكلم كثير، لا، القدوة مهمة جدا. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، والقرآن أمرنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمثلا أمر الآباء أن يعلموا أولادهم الصلاة، قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. هو كده عنده 7 سنين
أموره، بس مش يعني كي الناس تفهم أمر يعني لا بعنف، لا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا، وما كان الرفق في شيء إلا زانة كما قال صلى الله عليه وسلم، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. والنبي كان يعلمنا القدوة دي إزاي، كان يأخذ الأطفال سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما المسجد. حضرتك نازل تصلي النهاردة مثلا صلاة الجمعة، ما تتركش الولد نايم وحضرتك نازل تصلي، لا صحيه ويقوم مع حضرتك وعرفه قل له النهاردة يوم جمعة وهذا يوم عيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا كده عشان نروح نصلي في المسجد ونيجي. الولد لما يلاقي هذه الأمور، النبي كان يعمل كده لدرجة أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يحدث من الطفل أشياء وكان سيدنا النبي يتسامح. ليه؟ عشان خاطر يريد منه أن يتعلم. يعني في مرة من المرات سيدنا الحسن أو الحسين ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إمام، هو ساجد، فحتى ما سألوا الصحابة أطلت السجدة قلنا نزل عليك الوحي، قال لا إن ابني ارتحلني فكرهت أن أن أقطع عليه حاجته صلى الله عليه وسلم. أيضا في حتى في الأمور الاجتماعية، يعني مثلا لا يقتصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التربوية على العبادة فقط، بل حتى على الشكل العام، سواء كان في مأكل أو في مشرب أو في ملبس. في المأكل مثلا سيدنا عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كان غلام في حجر النبي، قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يتربى في بيت سيدنا النبي مع أمه، فقال لما وضع الطعام قال فكانت يدي تطيش في الصحفة. طبعا احنا عندنا الصفحة والصحفة، الصفحة دي صفحة الكتاب بنقلب، الصحفة اللي هو الإناء الذي يوضع فيه الطعام، وكان قديما من خشب أو فخار. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الغلام يده تتنقل في الإناء من كل مكان يأكل كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يعلمه كيف يأكل. قال يا غلام سم الله عندما تبدأ، قل بسم الله، وكل بيمينك، كل بيدك اليمنى، وكل مما يليك. هذه تعاليم تربوية. طب بعدين شوف هذا الغلام قال عبارة جميلة جدا، اللي هي دي إحنا لما نعلمها تبقى مغروسة، يقولي فما زالت تلك ضعمتي بعد، ما زلت على هذا التعليم اللي علموني النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنا بسم الله وبأكل. والنبي يعني حضرتك بتقول في المأكل وفي الحياة عامة وفي الملبس كمان. نعم. طيب إزاي دلوقتي أنا أبدأ أعود أولادي على إن هم يكونوا الملابس الخاصة بيهم تكون بتناسب الدين الإسلامي بشكل كبير، مع الانفتاح الكبير اللي موجود في حياتنا، وبيشوفوا الأولاد من سنهم بشكل كبير بيلبسوا لبس يمكن البنات أو الولاد بيكون لافت وغير يعني مناسب لعاداتنا وتقاليدنا حتى المصرية؟ طبعا اللبس بالنسبة للرجل، الرجل لابد له أو للمرأة أن يلبس كل واحد لبس ما يستر عورته، ده هذا أول ضابط. وبالنسبة للمرأة من ضوابط ألا يكون اللبس كاشفا للعورة، ألا يكون واصفا، ألا يكون محددا. وبدن المرأة أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. الشباب نحن نقول يعني الشرع من جماله أنه ترك الزي واللبس للعادات والأعراف، فنحن عندنا الأعراف كل مكان. يعني كان يأتي الوفد على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل جاي من مكان ومعه زيه، معه زيه الخاص به في عرفه، حتى في بعض الحديث قال فكان يعجب ما رأى من سمتنا وزينا لما جاء وفد الأزد صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان احنا بنقول لما اكون انا مثلا في مكان، هذا المكان يلتزم بزي معين ولبس معين في عرفه، ما دام ان هو لبس مؤدب ومحترم ولا يكشف عوره ولا كذا، يبقى اذا انا التزم به ولا اخالفه. وايضا اعود واقول الاب والام قدوه، لان انا مش هقول لابني ما تلبسش كذا وانا مثلا البس حاجات مقطعه وحاجات مش عارف ايه. ما طب خلينا واقعيين مولانا، يعني بيحصل ده في بيوت كتيره قوي مصريه، وفي اسر بيحصل حاله الجدل والحوار ما بين الاب والام والاولاد.
في بعض الأحيان الأولاد أو البنات بيكونوا مصممين على طريقة لبس معينة تماشيا كده مع الجيل اللي هو عايشه، مع محيطه الاجتماعي، لما بيروح مكان أو غيره بيشوف اللي في سنه أو أقرانه بيلبسوا نفس اللبس، فبيحصل حالة الجدل في البيت، الأب يقول لأ ما تلبسش، الأم تقول تتدخل. ضبط هذه المسألة يكون إزاي؟ حالة الحوار دي إزاي تكون حالة يعني مثمرة ومقنعة كمان لابني أو بنتي إنه لازم يلتزم بزي معين في المكان اللي هو رايحه؟ أولا شكرا لحضرتك، خلينا متفقين إنه الأولاد عموما بيحبوا الإقناع. يعني الأمر إنك أنت تؤمر فقط كده وتترك الطفل أو البس كذا أو البس كذا ما ينفعش، ده هو مش هيقتنع يعني. حتى ممكن لو هو فعل كده خوف أو كذا بس أنت ما أقنعتوش. فهم دايما بيحبوا أساليب الحوار الهادئة والإقناع الطيب، إن أنا أتكلم معه وآتي له بأمثلة طيبة وأذكر له أشياء وأقول له مثلا أنت لو رايح مثلا تقابل حد بنلبس لبس كذا، لو مش عارف كل مناسبة لها مثلا زيها الخاص طبعا. بها أنا رايح مناسبة فرح غير ما رايح مثلا عزاء غير ما رايح، كل يعني كل شيء له مناسبة، له ما يناسبه من حال في الملبس معي. الأمر الثاني إن هم مع الأولاد لازم يصحبوا، لأنه هو أنا معي الإبن مثلا هو لي أصحاب، فهو بيسمع من أصحابه ويرى كلامهم ويرى زيهم، فلو أنا ما صاحبتوش مش هعرف أوصل له المعلومة اللي أنا أوصلها له يعني عاوز أوصلها. الأمر الثاني إنه برضو نرجع ونعود يعني كل شيء فعل الأب نفسه والبيئة المحيطة، حتى لو له أصحاب الأب عندما يكون لبسه مناسب ويناسب العرف ويناسب الشرع الابن يقلد أباه في هذا الشيء. لذلك قالوا قديما مشى الطاووس يوما بعوجاجه فقلد شكل مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا بدأت ونحن مقلدوه. أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. صحيح. فهو ليه احنا بنركز جدا في موضوع القدوة؟ لأن ده مهم والفعل له تأثير. يعني حضرتك شايف ان احنا لازم نبدأ مع أولادنا في ان انا أعلمهم مش التعليم الدين بس السليمة وصحيحة، حتى في طريقة اللبس من هم صغيرين، يعني ما أتركش الأمر اللي هم لحد ما يكبروا في سن المراهقة مثلا وأبدأ أعودهم على لبس مناسب لتعليم ديننا الكريم، يعني صحيح ده؟ لا احنا برضو لا نريد أن نحرم في السن الكبير، هيبقى لا نريد يعني كما يقال خير الأمور الوسط، لا نريد أن نحرم الطفل أيضا من طفولته. صح. يعني برضو ما لأنه كل مرحلة له حق فيها، حتى الشرع في أمهات تقول لك لسه صغيرين البنت لسه صغيرة تلبس براحتها. الشرع أعطى الطفل يا فندم يعني مثلا الشرع أسقط التكاليف عن الصبي حتى يبلغ، فأنا لا يصح أن أنا أتعامل مع الطفل في التكاليف كتعاملي مع ماذا؟ مع الإنسان البالغ، ولكن طبعا. أنا أعلمه وأرشده ويعني إيه وأشرح له كيف يفعل هذا، ولكن لا أحرمه من حق طفولته. وممكن مثلا إن أنا هو بيلبس يعني ما يناسب الطفولة وكذا، لكن أعلمه أقول له إحنا لما نكبر إن شاء الله خدي بالك لما حضرتك تكبري تبقي زي ماما كده وتبقي مثلا عروسة جميلة، إحنا اللبس اللي يناسب حضرتك كده، لكن دلوقتي احنا بنلبس كده عادي عشان احنا لسه صغيرين وكذا. أيوة صح. يبقى احنا ايه نعلمهم كده، لكن ما ينفعش ان انا اجي على حق الطفل كطفل واتعامل معه مثل مين؟ مثل الكبير. يبقى انا كده برضو حرمته من حق طفولتي. وربما لا قدر الله هذا الامر يجعله يتمرأ لان هو يحس نفسه ما عادش ايه، فيجي ينقلب الامر. التأثير لا يقتصر فقط على تأثير الأب والأم والأسرة، لكن أيضا تأثير الأقران أو المحيط اللي بيعيش فيه ابني أو بنتي. نعم. مهم جدا هذه المسألة أن احنا ناخد بالنا كأباء وأمهات من أصدقاء أبنائي أو بناتي، من المحيط الخاص اللي بيتفاعلوا بيه معاه، لأنه ده بيؤثر بطريق مباشر وفي بعض الأحيان غير مباشر على سلوكياتهم في الحياة. صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من كده وقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة.
منافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هنا أن الصاحب إما أن يكون صاحب صالح أو صاحب سيء. هل كأب عفى المقاطعة ممكن أتدخل في أني أختار أصدقاء أبنائي أو أقول لابني لا تصادق هذا الشخص أو الشخص الآخر؟ نعم، هو الوالد النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا أرشد ابني بالأساليب الطيبة وبالرفق أيضا، نؤكد على الرفق هذا في التعامل مع الأولاد، وبالإقناع كيف يختار أصحابه. يعني أنا أضع له بعض الضوابط والآداب، أقول له مثلا أنت ممكن أنا دردش معاه أولا، لو أنت عاوز صاحب مثلا يا فلان أو يا أحمد أتختار مين؟ أنا اللي أبدأ معاه، قول لي كده أصحابك تحب يكون فيهم صفات إيه؟ فهو هيقول لي مثلا يكون كذا، يكون مش عارف إيه. خلينا متفقين إنه مش ممكن نختلف مع كل الصفات، يعني منطقيا أكيد هتبقى في صفات مقبولة وفي بعض الصفات ربما لا تكون مقبولة. يبقى هنا أنا مش هنقشه في المجمل كله، هنقشه في إيه؟ في بعض الصفات. أنا لما أتكلم معاه في الضوابط العامة هو بعد كده دي هتصير ميزان عنده، فهيختار بناء عليها مين اللي صاحبه. لكن لو حضرتك زللت تقول له فلان مش هينقطع، ما هو هيقابل ناس كتير، لازم يجرب بنفسه. لازم يجرب. فأنا أضع له الصفات الطيبة، أقول له أنت تختار صديقك على أسس إيه؟ واحد اثنين ثلاثة. يبقى أنا ذكرت له هذه الأمور والضوابط والآداب الطيبة، بعد كده صارت هذه في عقله كالميزان، هو قابل فلان قابل فلان، لا فلان ده صفاته تتماشى معي، لا ما تتماشى مع، لا تتماشى، صفاته طيبة صفاته غير طيبة. يبقى هو صار وحده بعد ذلك سيضبط. لكن حضرتك مش هينفع كل واحد يمشي هيقول لابنه، مش هيقابل كل الناس معاه ويقول له فلان ينفع فلان ما ينفعش. طبعا. طيب بس يعني بسبب الضغوط والظروف الحياتية اللي احنا بنعيشها دلوقتي، معظم الأسر الأب والأم بيشتغلوا يعني ممكن بيقضوا اليوم كله، يوم طويل جدا في العمل علشان نقدر يوفروا لأولادهم حياة كريمة. هل شايف حضرتك ان انشغال الاب والام عن الاولاد ده ممكن ياثر بشكل كبير عن غرس القيم الدينيه، واننا ناخد بالنا منهم ونبقى مركزين معاهم ازاي؟ معادله صعبه، ازاي اي اب وام يقدروا يحققوها؟ هو طبعا كل حق، كل واحد له حق. نحن نقول لجميع الاسر يعني لابد لكل واحد ان يهتم اهتماما كبيرا باولاده، لأن ليس القضية المكسب المالي فقط، ما هو الأولاد دول. صحيح. الأولاد دول هم المكسب الحقيقي، الثروة الحقيقية. وهي الثروة الحقيقية. القضية ليست المال فقط. ولذلك يعني رحم الله من قال ليس اليتيم الذي قد مات أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. شوف يعني شوف العبارة جاي، مش هو في نظره ليس اليتيم اللي هو إيه والده لا، ده اليتيم الحقيقي في نظر هذا القائل اللي هو أبوه وأمه موجودين لكن مالهم، كأنهم غير موجودين مشغولين عنه، وهذا لا يصح. وكل إنسان مسؤول. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وعلى قدر المستطاع الأم والأب، احنا دايما بالنادي يعني بنزعل من بعض الناس حتى لو في الشغل، لما تعود من شغلك اعطي حق اولادك. لا نجلس امام الموبايلات يا فندم، وهذه مشكله، لا نجلس امام الموبايلات ونترك الاولاد. واما انه الاولاد هيعملوا كده، بيجي يمسك كده، وهذه ثقافات. يعني هذا الشيء هو كلنا بنقع في الفخ والخطأ. الطفل في هذه الفتره لا يستطيع ان يفرق بين السيء والحسن، ولا بين الطيب والخبيث، ليس ناضجا. فهو هيسمع بقى ثقافات متداخلة وأشياء. كان الأولى بالوالد عندما يعود إنه هو إيه، إنه هو يجلس معهم يتسامر، يجلس على الطعام وهكذا يعلمهم. دكتور إسماعيل محمد عبد الحي الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، شرفتنا وأفدتنا ونورتنا في صباح الخير يا مصر كالعادة. دائما صباح الخير على حضرتك. صباح الفل، نورتني يا فندم. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية مكملين معكم فقرات صباح خير يا مصر.
أهلا بحضراتكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية. اتحاد شمال أفريقيا أعلن إقامة مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب تحت 20 عام في الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر المقبل في القاهرة. اختتم نادي الزمالك تدريباته على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي استعدادا للقاء الشرطة الكيني في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وعقد البرتغالي جوزي غوميز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين طلبهم فيها بضرورة التركيز استعدادا للمباراة من أجل تحقيق الفوز. منتخبنا الوطني المصري للناشئين لكرة اليد فاز على منتخب غينيا بنتيجة 46-22 وده ببطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ20 للناشئين لكرة اليد واللي بتستضيفها تونس خلال الفترة من 19 ولغاية 26 سبتمبر. البطلة المصرية نوران جوهر تأهلت للدور النصف النهائي ببطولة باريس وفازت نوران في ربع النهائي على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 35 دقيقة. فريق موناكو الفرنسي حقق الفوز على فريق برشلونة الأسباني بنتيجة 2-1 في المباراة واللي أقيمت بينهم في فرنسا ضمن منافسات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025. فريق أرسنال الإنجليزي تعادل سلبياً مع فريق أتلانتا الإيطالي في إيطاليا وده في إطار مباراة الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025. فريق أتلتيكو مدريد فاز على فريق ليبزيغ الألماني في المباراة اللي جمعتهم على ملعب متروبوليتانو وده ضمن مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال اللي بتنظمها الجديد. فريق بايرن ليفركوزن فاز على فريق فيرنورد الهولندي بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025. بكده مشاهدينا تكون خلصت نشرتنا الرياضية ونعود مرة تانية لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع محمد ودينا نعود مرة أخرى ليكم. شكرا ليكي بسنت. النهاردة جماهير نادي الزمالك بتنتظر مباراة ناديها مع نادي الشرطة في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقي. تفاصيل كتير هنعرفها عن المباراة وإزاي هيتعامل جوميز مع المباراة دي وإيه التشكيل اللي ممكن يعتمد عليه في هذه المباراة. بنرحب بيك ومنورنا وطبعا يعني سعداء بوجودك معانا اسلام علي الناقد الرياضي. صباح الخير منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل الشعب المصري وان شاء الله نقدم حلقه نرد فيها على استفساراتهم. اكيد نادي الزمالك كان في الماتش الاولاني ماتش الذهاب كان حقق الفوز بهدف من عبد الله السعيد على نادي الشرطه الكيني. توقعاتك ايه وشايف المباراه هتكون ازاي النهارده في مباراه الاياب؟ هو مبدئيا رغم ان الزمالك قدر يحقق مكسب صعب على خارج ارضه ولكن المكسب ما كانش مرضي لجماهير الزمالكويه بسبب ان الناس كانوا شايفين في تذبذب كبير في الاداء وان فريق الشرطه الكيني قدر اكتر من مره انه يهدد مرمى الزمالك وكان قريب جدا انه يحرز هدف التعادل او هدف التقدم ولكن عبد الله السعيد قدر يجيب الهدف الاولاني في اخر الشوط الاول. الحقيقه الزمالك في الماتش ده ما قدمش احسن حاجه ممكنه. جمهور الزمالك كان مستني ان الصفقات يتم حسمها بشكل بدري شويه بحيث ان انت تقدر تستفاد منها في دور التمهيدي عشان تقدر تغطي الاماكن اللي فيها ديفوهات كتير زي ناحيه الباك ليفت اللي انت بتضطر تروح تجيب عمر جابر من ناحيه الباك رايت عشان يلعب باك ليفت وبتجيب محمد شحاته من نص الملعب عشان يلعب باك رايت. وفي النقطه دي احنا شفنا في ديفوهات كتير بتحصل وفيها جامات كتير حصلت في المنطقه اللي فيها محمد شحاته ان محمد شحاته مش صحيح. متمرس في المنطقه دي بشكل كبير جدا. الناحيه الثانيه هو اصرار جوزيه جوميز على الضغط العالي طول الوقت وده كان بيسبب حاله من الفوضى شويه. الفوضى دي بسببها ان التمريرات اللي كانت بتعمل في عمق الملعب كانت بتسبب خطوره وكانت بتتنقل من المرحله الاولى للمرحله الثانيه اللي هي البناء والتدرج للمرحله الاخيره بسهوله جدا وده بسبب ان الضغط بتاع الزمالك ما كانش موجه والزمالك او اللعيبه في مصر عندها مشكله شويه
في حته الترحيل في الضغط العالي. طب اسلام خلينا نتكلم على التشكيل اللي ممكن يعتمد عليه جوميز النهارده في لقاء الزمالك مع نادي الشرطه الكيني، توقعاتك لهذا التشكيل وهل هيختلف عن المباراه السابقه مع الشرطه الكيني ولا ممكن يحصل تغييرات في ظل غيابات كمان موجوده في صفوف الزمالك؟ اعتقد ان الاختيارات بالنسبه للراجل محدوده شويه، هو اعتقد ان محمد صبحي هيفضل هو الحارس الاساسي للزمالك الفتره اللي جايه، قدامه اثنين سنتر باكات اللي ما عندوش غيرهم حرفيا دلوقتي، سواء حسام عبد المجيد والمسنوسي الباك رايت، اعتقد ممكن يكون محمد شحاته، الباك ليفت هيكون عمر جابر. ان الراجل لسه شايف ان الصفقات الجديده هو الوحيد اللي تسجل تقريبا افريقيا هو محمود بنتاك اللي هو المغربي، لسه ما شاركش معاه في التدريبات بشكل مستمر او بشكل يخليه يديله الثقه. هيلعب في نص الملعب نفس القصه، دونجا لسه ما تعملش اي صفقات في النقطه دي الا لو الراجل قرر انه يلعب بزياد كمال، لان الحقيقه دونجا الماتش اللي فات ما كان مقدمش احسن حاجه. هيلعب بنص الملعب، في نص الملعب بالثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر، لان احنا عندنا غيابات، احمد حمدي مصاب، محمد شحاته بتضطر تلعبه باك رايت، قدام انت ما عندكش وينجات غير حاليا زيزو ومصطفى شلبي، وهتلعب بسيف الجزيري. هي التشكيله معروفه جدا، ومن الممكن هيكون كمان تشكيله ماتش الاهلي، لان الراجل اختياراته زي ما قلنا محدوده، لسه الصفقات ما خلصتش، الصفقات الجديده لسه ما اتسجلتش بالنسبه للزمالك كمان، لسه الصفقات ما خلصتش، وعنده نفس الوقت ما عندوش حد من الصفقات الجديده تسجل افريقيا الا اللاعب المغربي محمود بنتاي. طيب انت حضرتك بتقول في غيابات وفي صفقات لم تتم بعد او لسه كمان حتى يعني ما بداوش مره تانية في التاهيل والنزول لارض الملعب، شايف ان ده في فرص للزمالك ان هو يفوز بهذه البطوله مره تانية او للمره التانية على التوالي؟ بص خلينا نتفق ان بطوله الكونفدراليه الافريقيه ما بيبقاش فيها مش بنفس القوة اللي بيبقى موجود فيها الفرق في الناحية الثانية في دور الأبطال، ولكن انت كاسمك وخبرتك في الزمالك هي دايما بتديك الأفضلية ان انت بتبقى المرشح رقم واحد للبطولة. هل الزمالك قادر على كده؟ بص يا جماعة المشكلة هنا في مصر ان انت اللعيب نفسه لما بيحب يكسب بتحس ان هو نازل مركز وعنده في الفوكس انه يعمل كل حاجة، عكس كده اللعيبه دايما بتبقى بره التركيز، بيحصل حاجات غريبه، وشفنا في فترات سابقه ان الزمالك 3 سنين تقريبا مش عارف يتخطى دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. قبل كده الزمالك بيطلع في الادوار التمهيديه قدام فرق صغيره جدا ما لهاش اسامي، الفرق دي مستقبلا حتى مش بس واضح ان جوميز فارق معاهم يعني الفتره اللي فاتت. هو بص اقول لك حاجه، اعتقد ان المدرب البرجماتي شويه هو اللي بينفع في الكره الافريقيه اكتر حاجه، زي مارسيل كولر في النادي الاهلي. المدرب البرجماتي اللي هو عارف هو عايز ياخد ايه، ما عندوش انتماء لمدرسه محدده في طريقه اللعب او اسلوب اللعب، هو عايز يكسب. عايز يكسب، ودي مشكله كبيره جدا. انا اتمنى ان جوميز في الفتره اللي جايه يقدر يتعامل مع السكواد بتاعه على قد السكواد بتاعه، يعني قصه ان انت تنزل تلعب على الاستحواذ او هاي بريشر طول الوقت في الملاعب الافريقيه مع الظروف اللي احنا بنواجهها دي هيبقى الموضوع صعب شويه. ولكن هل الزمالك هو المرشح؟ الزمالك هيفضل هو المرشح رقم واحد طالما هو موجود في البطوله. تقييمك ايه لفريق الشرطه الكيني؟ بص اقول لك حاجه، احنا عندنا هنا في مشكله بتحصل في مصر عموما، ان الاهتمام بالتاسيس بتاع اللعيبه في سن صغير بقى في مشكله كبيره جدا، على عكس تماما في افريقيا. هناك بقى التاسيس، الاهتمام بالتاسيس بيورينا كواليتي محترم جدا من اللعيبه، ولكن اللعيبه دي بيبقى عندها معدل اعمارها صغير جدا، فبالتالي الخبرات عندهم قليله جدا، ولكن خبرات عندنا اللي بتحسم النقطه دي. يعني مثلا في سيمي فاينال الكونفدراليه اللي فاتت الزمالك كان بيلعب فريق دريمز الغاني، دريمز الغاني عنده لعيب بعد البطوله ما انتهت راح برشلونه الاسباني في الميركاتو ده اسمه عبد العزيز عيسى. الفرق في افريقيا بقت كويسه جدا من كواليتي باص وكواليتي تحركات والقصه دي كلها، ولكن المحترفين عندهم بقى يوصلوا في اوروبا باسهل سهوله. طب ليه الفرق دي ما بتحققش نتائج زي الاهلي والزمالك؟ ان الموضوع ده سؤال مهم جدا. التارجت بتاعهم ان هم الانديه دي عندهم السكاوتنج الاوروبيين موجودين في افريقيا بسهوله جدا، العاملين مهمين جدا. اللاعب الافريقي مجرد ما بيطلع اوروبا هو بيعرف يتعايش مع الاجواء الاوروبيه بسهوله جدا، والعامل الثاني عامل اللغه مهم جدا. انما احنا عندنا اللعيبه في مصر للاسف عامل التاسيس بيسبب مشكله كبيره جدا للاعب المصري. لو رحنا الاهلي والزمالك بيكسبوا الكونفدراليه الافريقيه، انت بتروح بمنتخب مصر بإليت اللعيبه دي، افضل لعيبه عندك في مصر انت بتاخدها وتروح بيها المنتخب. لما بنروح بنواجه في بطوله امم افريقيا منتخبات صف تاني، للاسف احنا بنعاني قدام لعيبه بتلعب في دوريات تانية في اوروبا. يعني مثلا تلاقي لعيبه منتخب الراس الاخضر تقريبا، منتخب السنغال معظمهم، والكونغو، الفرق دي كلها تعبتنا جدا في بطوله امم افريقيا، كلهم محترفين بره في اوروبا. ليه؟ لان اللاعبين عندهم بره محترفين حتى لو هم في درجات ادنى، ولكن ده بيديهم
كواليتي عالي جدا بيسبب لنا المشاكل دي. فاللعيبه دي او احنا بنبقى مرشحين بشكل اقوى بسبب عامل الخبره وبسبب الانديه دي بقت تدخل البطوله البطولات الافريقيه بلعيبه سنها صغير جدا. اللهم الا الفرقه التونسيه والفرقه المغربيه هي اللي بتقف قدامنا شويه. ليه؟ لان هم عندهم نفس القصه بتاعتنا، اللعيبه عندها نفس الخبرات، بيقدروا يجيبوا لعيبه، عندهم سكاوتنج كويس جدا، بيقدروا يختاروا لعيبه من افريقيا بشكل كبير جدا. طب عايزين نسالك كمان على التغييرات اللي ممكن يعني يستخدمها جوميز النهارده في نادي الزمالك، الاسماء المرشحه انها تكون موجوده في ماتش النهارده مع الشرطه الكين. طيب ممكن جوميز يشتغل عليها وخاصه لو هو دارس بقى نقاط وقوه ضعف الفريق. انا كسلام تمنياتي او وجهه نظري، دايما احنا بنقول وجهه نظرنا اللي احنا بنشوفها من خلال 90 دقيقه في المباراه، ولكن الراجل يا جماعه بيتعايش مع اللعيبه لمده اسبوع كامل قبل الماتش، فالراجل عنده وجهه نظر من خلال بيقدر يكونها من خلال التدريب او من خلال مستوى اللعيبه في التدريبات. ولكن هقول لك وجهه نظري ان كل مره زياد كمال شارك فيها في نص ملعب الا مباراه طلع الجيش في كوارتر فاينل كاس مصر اللي فات ده، الراجل كل مره زياد كمال بيشارك فيها احنا بنشوف مستوى مختلف من عبد الله السعيد. يعني ايه مستوى مختلف من عبد الله السعيد؟ عبد الله السعيد دايما مستوى عالي جدا، بيقدم المردود اللي الجمهور كله مستنيه منه، ولكن عبد الله السعيد عنده نسختين اظهرهم مع الزمالك. النسخه الاولى هي نسخه عبد الله السعيد في الخروج بالكوره من تحت، بيساعد الزمالك في الخروج بالكوره، ان الزمالك بيفتقد لعيب نص الملعب او كواليتي لعيب نص الملعب اللي يقدر يساعده في الاستلام تحت ضغط وخروج بالكوره تحت ضغط في عمليه البناء والتدرج. الزمالك ما استفادش بعبد الله السعيد في الحالات دي الا في حاله وجود لعيب زي زياد كمال او في حاله وجود فرق مش بتضغط عالي. ليه؟ لان الزمالك مع جوميز كان دونجا من اللعيبه اللي ما بتدكش المردود ده، ما بيقدرش يديك المساعده في المناطق دي، فانت بتضطر تستخدم عبد الله السعيد في المنطقه دي. وجود زياد كمال بقى، زياد كمال كورته احسن شويه من دونجا، بيقدر يعمل حاجه اسمها بروجريسيف باس اللي هو الباصات اللي بتقدر تكسر الضغط المتقدمه، وده بيساعد ان عبد الله السعيد يبقى موجود في مناطق اعلى. عبد الله السعيد لعيب تاثيره على المرمى اعلى كتير جدا، هو من اللعيبه القليله جدا في محليا في مصر قدرت تتخطى نادي المئة. فعبد الله السعيد انت لازم تستخدمه في الثلث الاخير سواء تهديفيا او الكي باسز اللي هي صناعه الفرص او الاسيستات اللي بتيجي منها الاجوان. عبد الله السعيد وجوده في المناطق دي بيشكل خطوره كبيره جدا للزمالك، واللقطات القليله اللي الزمالك استخدمه فوق الماتش اللي فات نتجت عن الهدف الوحيد اللي الزمالك يقدر يحقق بيه المكسب. فانا شايف ان زياد كمال لازم يكون موجود في نص الملعب مع محمد شحاته، وفي وجه جديد اللي هو احمد محمود اللي كان معار من الزمالك لفاركو وبعد كده معار للجونه، قدم مستوى طيب جدا مع فاركو والجونه. انا شايف ان احنا لو ما استخدمناش الناس دي في الماتشات دي هنستخدمها امتى؟ فوجود احمد محمود في الباك رايت يديني افضليه ان انا اقدر استخدم محمد شحاته وزياد كمال اللي كرتهم افضل شويه من دونجا في منطقه نص الملعب، ولازم تجرب الناس دي في الماتشات دي. لما جربتهاش في الماتشات دي هتجربها امتى؟ ولكن في مدربين مثلا ممكن يكون جوميز منهم بيخاف ان هو يحرق اللعيبه بتاعته في ماتشات زي دي، زي مثلا احمد محمود انه لسه وجه جديد على فريق كبير زي الزمالك. متوقع النهارده المباراه تنتهي كام؟ بصي مش عارف، ما بعرفش اتوقع عموما المباراه ممكن توصل لكام، بس اتمنى الزمالك يكسب، يعني يكسب نتيجه من استراحه ويخلص بدري عشان يبدا يريح اللعيبه بتاعته، لان طبعا عنده سفر بعد كده عشان الماتش المهم بعد اسبوع تقريبا قدام النادي الاهلي في السوبر الافريقي. فاتمنى اللعيبه الماتش يخلص بدري يعني. ممكن مين يفاجئنا النهارده في صفوف الزمالك؟ مين اللاعب اللي ممكن يبقى هو هو مين يفاجئنا؟ الموضوع صعب شويه لان خلاص انت بتتحكم يعني هو او عبد الله السعيد زيزو هم الناس دي، يعني هم دول الايمج بتاع فريق الزمالك في الوقت الحالي. ممكن سيف الجزيري، هو ده الطبيعي يعني. مفاجأة لا، لان للاسف انت ما فيش عناصر جديده تقدر تدخلها وتقدر تستنى منها نتيجه مختلفه، الا بس الصفقات الجديده، والصفقات الجديده اللي زي ما اتفقنا ان هم لسه ما دخلوش القائمه. طيب خلينا نروح لدوري ابطال اوروبا، وامبارح كان في مفاجاه كبيره جدا في الماتشات، ومنها طبعا هو اهمها فوز فريق موناكو على برشلونه، يعني دي اول مره تحصل وبرشلونه يعني حاله اهتزاز قويه جدا ليها، وكانت النتيجه 2-1، ده سببه ايه وشفت الماتش ازاي؟ اولا هانز فليك قدر الحقيقه من العناصر اللي معاه، وان برشلونه فريق كنادي ما معاش بادجت كبير او انه يعمل صفقات، ولكن قدر في الفتره اللي فاتت يعمل فريق وشكل كويس جدا لفريق بارسا، عنده حقق العلامه الكامله في الدوري الاسباني من لعيبه هم خريج الاكاديميه. بس خلينا نقول نقطه مهمه جدا يا جماعه، التاسيس السليم بيوديك لفين؟ فريق زي برشلونه لما حصل له ازمه ماليه كبيره جدا والفريق مش قادر يعمل صفقات كبيره او صفقات من العيار التقيل او الكلاس ايه، الراجل بدا النادي بدا يروح للاكاديميه بتاعته،
بدا يستفاد من الاكاديميه بتاعته، وبالفعل احنا شفنا الاكاديميه بتاعته قدرت تقدم لعيبه على مستوى عالي جدا. لامين يامال لعيب عنده 17 سنه بيكسر الدنيا، الولد ما شاء الله كل ماتش السنه دي عنده من 6 ماتشات عنده 8 مساهمات تهديفيه، وده رقم كبير جدا لعيب صغير في السن. الحاجه الثانيه بدري وبعدين اداؤه كبير جدا، الولد شال برشلونه حرفيا. كاسادو مارك برنال اللي هو لعيب مواليد 2007، معلش 2007 في مصر، قدامهم 5 6 سنين عشان يدخلوا فيرست تيم، مش عشان يلعب، قدامهم 5 6 سنين عشان يدخل فيرست تيم يتمرن مع اللعيبه. احنا عندنا لعيبه مواليد 2000 و2001 لسه بيقولوا عن اليوم ناشئين. فانت النهارده الاكاديميه بتاعتك لما تبقى شغاله، دي ظاهره مهمه جدا، اللعيبه اللي هم سنهم صغير لو انت ممكن تحط عليهم كده وتراهن عليهم في المستقبل بشكل كبير بالظبط يفرقوا معاك. يعني ده تقدر تعمله لما تكون انت بتصرف على الاكاديميه بتاعتك بشكل سليم. يعني ايه اصرف بشكل سليم؟ الصرف مش قصه ان انت تصرف فلوس وتدفع فلوس كتير، بالعكس مصاريف الاكاديميات بتبقى اقل من مصاريف الصفقات انت بتعملها بشكل كبير جدا. ولكن المصاريف الاكاديميات اللي هو اهتمام بتطوير المدربين بشكل كبير جدا. نيجي نروح لنتيجه الماتش. نتيجه الماتش طبعا برشلونه لبس طرد بدري جدا، والطرد ده اثر عليه فيما المتوقع من المباراه، كان لسه وقت كبير جدا تقريبا في الدقيقه 10 حصل الطرد. خلينا نتفق نقطه مهمه جدا، هانزي فيليك غلط غلطه كبيره جدا انه قرر انه يفضل طول الماتش يعمل الضغط العالي بتاعه. الضغط العالي بتاعه مع اللياقه البدنيه بتاعه اللعيبه بتاعته ما سعفتوش ان هو يحقق اللي هو مطلوب من اللعيبه بتاعته، وحصل جاب كبير جدا بين الخطوط. الجاب ده كان بيسهل عمليه خروج موناكو بالكوره والتدرج في المراحل اللعب المختلفه، لدرجه ان الهدف الثاني تقريبا جاي بتمريره من المدافع راحت للمهاجم مباشره، هسجل بيها، راح انفراد وسجل بيها الهدف الثاني. فكانت الغلطه الكبيره اللي عمل اللي اشتغل اللي ما اشتغلش على هانز فليك انه فضل يلعب هاي بريشر طول الوقت، ما تحولش للميد بلوك واللو بلوك، وده اللي كان ممكن يعمل كومباكت ويقلل المساحات ويقلل من خطوره فريق موناكو. طول المباراه موناكو اي هجمه ليه كانت بتسبب خطوره بشكل كبير جدا على مرمى برشلونه. طب في دوري ابطال اوروبا كمان فوز اتلتيكو مدريد على لايبزيج الالماني. طبعا ده كان مكسب دراماتيكي زي ما بيقولوا. في الدقيقه الاخيره جريزمان قدر يسجل الهدف الثاني. خلينا نقول ان الانديه في اوروبا الماتشات في اوروبا ما بقاش فيها كبير وصغير، الماتشات هيحصل فيها مفاجات كبير جدا بسبب الكواليتي نفسه بتاع اللعيبه. الفرق الصغيره بقت تتجه لحاجه مهمه جدا زي لايبزيج وغيره، هي مش صغيره في الفاينانس ولكن هي صغيره كاسامي. فريق زي لايبزيج مثلا الماني مش هيقدر يناطح الفرق الكبرى في حته ميركاتو كل سنه. الفرق دي بدات تهتم بحاجه اسمها السكاوتنج، ان هم بداوا يخصصوا تيم سكاوتنج، يعني في اكتر من 15 فرد غير السكاوتنج بتوعهم اللي هم موجودين في القارات زي اسيا وافريقيا وغيره وامريكا اللاتينيه. بداوا يجيبوا صفقات مهمه جدا بفلوس وبادجت اقل، بدات تقدم كواليتي عاليه جدا، وبقينا نشوفه اخر كل سيزون ان الفرقه دي بقت تقدم لعيبه الفرق الكبيره بقت تتخانق عليها بتدفع فيها فلوس كتير جدا زي جوفارديول مثلا، نكونكو، ولاعيبه كتير جدا. فده نتاج الاداء اللي بيقدمه لايبزيج كل سنه في دوري الابطال، ده نتاج السكاوتنج ونتاج التخطيط السليم للفرق في الادارات في الانديه الاوروبيه الصغيره. طيب برضو امبارح باير ليفركوزن فاز على فينورد، وطبعا هل يا ترى انت شايف ان باير ليفركوزن فعلا هيحقق حاجه في دوري الابطال؟ هو طبعا عوده فاينورد اصلا لدوري الابطال كانت مهمه جدا، وكانت يعني واحد من الاولد سكول المدارس القديمه في اوروبا زي اياكس وفاينورد ايندهوفن، ودي كانت نقطة مهمة. ولكن مكسب بايرن ليفركوزن هو استمرار لنجاح الكبير جدا لتشابي الونسو. تشابي الونسو اللي جه الناس تقريبا بعد اول سنة قالت لا دي طفرة لما حقق الدوري، يمكن عشان بايرن مش في مستواه. ولكن يا جماعة بايرن كل سنة هو مش في مستواه كان بيقدر يحقق الدوري بسهولة جدا، ولكن وجود مدرب كبير جدا زي تشابي الونسو بطريقة اللعب اللي بيقدمها، الراجل عنده اتنين وينج باكات اللي هم لعيبه اطراف ظاهرين جنب زي ما بيقولوا، عاملين مساهمات تهديفيه اكتر من ونجات كتير جدا في اوروبا، وده نجاح كبير جدا لاسلوب لعب الراجل. الانتقال بسلاسه من البيلدينج للبروجريشن للتلت الاخير مع عدم المركزيه اللي بيعملها مع لعيبته، الراجل بيقدم مستوى كبير جدا. نجاح استمرار لنجاحه على الثلاث مواسم اللي فاتوا، اعتقد ان بايرن ليفركوزن ممكن يوصل بعيد شويه، بس هل يحقق دوري ابطال ولا لا دي حاجه بترجع في الاخر لخبرات لعبته. اسلام علي الناقد الرياضي بنشكرك، نورتنا وشرفتنا، صباح الخير. اهلا بيك، وانا اللي كنت مبسوط ان انا موجود معاكم النهارده، وان شاء الله نكون قدمنا استفسار ردينا على استفسارات الجمهور. نورتنا، شكرا لك. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم الانباء مع بسنت الحسيني.
شكرا لك يا دينا. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تستهدف أن تكون هناك تنمية لعدد من المناطق على ساحل البحر الأحمر، بهدف دخول الدولة في استثمارات كبيرة واجتذاب استثمارات أجنبية. ولفت مدبولي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى أنه تم إصدار قرار بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدا أهمية احتضان الشركات الناشئة. كما شدد مدبولي على أن انقطاع الكهرباء لن يعود مرة أخرى، مشيرا إلى أنه تم تأمين الشحنات اللازمة لضمان عدم انقطاع التيار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة. اختتم وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي لقاءاته مع 12 عضوا بالكونغرس الأمريكي بلقاء كل من النائب ستيف سكاليز زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب، والسناتور جون أوسوف عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، والسناتور كريس فان هولن عضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ. وأوضحت الخارجية في بيان أن اللقاءات أتاحت الفرصة لاستعراض كافة جوانب العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية وما شهدته مصر من تقدم على صعيد حقوق الإنسان، كما عكست اللقاءات إدراكا متزايدا من أعضاء الكونغرس للدور المصري البناء في المنطقة والتطورات التي تشهدها على مختلف الأصعدة والخطى الحثيثة التي تخطوها لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة على الرغم من الاضطرابات الجسيمة التي يعاني منها الشرق الأوسط. دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. وقال لامي بعد اجتماع مع نظرائه في فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا في باريس أن الجميع يريد أن يرى تسوية تفاوضية تمكن الإسرائيليين من العودة إلى ديارهم في الشمال، وأن يتمكن اللبنانيون كذلك من العودة إلى ديارهم. استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، وأفادت وكالات الأنباء الفلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيون وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة. وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الهجوم الذي تشنه كييف على كورسكا الحدودية الروسية أرغم موسكو على نقل 40,000 جندي إلى تلك المنطقة. وأوضح زيلينسكي أن الوضع في الجبهة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا مقلق للغاية، حيث كان الجيش الروسي قد أحرز تقدما في الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن كييف تمكنت من تقليص قدرات موسكو. انتهى موجز 9 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مرة أخرى، لكن بعد الفاصل. بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من سبتمبر 2021 اللي بتعتبر أول خطة شاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان بمصر، عايزين نعرف شوية تفاصيل عنها. والاستراتيجية دي كمان شملت تطوير سياسات الدولة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، واهتمت بتحقيق تقدم فعلي في الحقوق والحريات، وكمان مواجهة التحديات في المجال ده، كمان ركزت على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة وتوسيع المكاسب لذوي الهمم وكبار السن. الحقيقة دينا أنه ملف حقوق الإنسان بيتصدر أولويات
الحكومة والدولة المصرية بشكل عام. هذه الاستراتيجية مبنية على 4 محاور أساسية، هنعرف تفاصيل هذه المحاور والفوائد كمان من هذه الاستراتيجية على المواطن المصري وعلى حفظ حقوقه بشكل مباشر، مع ضيفنا الأستاذ محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان اللي منورنا ومشرفنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني بداية نبسط كده للسادة المشاهدين، احنا دايما بنسمع هذا المصطلح أو هذه الكلمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تمام. نبسط بداية ما المقصود بهذه الاستراتيجية وأبرز المحاور 4 اللي بتشملها الاستراتيجية الوطنية. خلينا في البداية نقول إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول خطة وطنية ذاتية متكاملة تضمن تعزيز ممارسات حقوق الإنسان في الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة. 3 سنوات من العمل من بعد قرار دولة رئيس مجلس الوزراء عام 2018 بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية برئاسة معالي وزير الخارجية ومشاركة الوزارات المعنية، اجتماعات مستمرة ل3 سنوات متكاملة من المتخصصين والمعنيين بحالة حقوق الإنسان، منظمات مجتمع مدني، حركة حقوقية مصرية، نواب، وزارات، كل ده اتجمعوا عشان يدرسوا ما هي التحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في الدولة المصرية وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات وتحقيق مستهدفات واضحة ومباشرة تضمن ممارسة المواطن لحقوقه بكل حرية وبكرامة ودون تمييز. 3 سنوات من العمل نتج عنه في 11 سبتمبر 2021 اطلاق رئيس الجمهوريه للاستراتيجيه في مؤتمر ضخم، وهو بيعلن ان مصر بدات عهد جديد من المصارحه والمكاشفه وفتح الطريق لكافه الاطراف المعنيه للمساعده في بناء جمهوريه جديده تليق بكرامه الانسان المصري. اشتغلوا على 4 محاور رئيسيه، المحور الاول كان يتعلق بالحقوق المدنيه والسياسيه، المحور الثاني يتعلق بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، المحور الثالث خاص بالفئات الأولى بالرعاية، شباب، مرأة، كبار سن، ذوي إعاقة، طفل، بالإضافة للمحور الرابع وهو خاص بالتثقيف وبناء القدرات. نتكلم عن استراتيجية كاملة وبنأكد أنها استراتيجية وطنية في المقام الأول. استراتيجية جاءت نتيجة إيمان الدولة المصرية في عصرنا الحالي أن حقوق الإنسان لم تعد رفاهة، لم تعد كما كان يقال سابقا أنها أجندة غربية وإن إحنا محتاجين بس نطور الموضوع عشان نشوف العالم بره شايفنا إزاي، ولكن الاستراتيجية جاءت لتضمن أن يمارس المواطن المصري حقوقه بكل كرامة وبكل حرية. طيب بعد 3 سنين حضرتك شايف إيه أهم الأمور الخاصة من المحاور ومبادئ كمان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تم تحقيقها على أرض الواقع؟ الاستراتيجية كانت بتشتغل على 3 محاور رئيسية. لو بنتكلم على مسارات للتنفيذ، المسار الأول كان يتعلق بالتطوير التشريعي ثم التطوير المؤسسي بالإضافة للتثقيف وبناء القدرات. على مستوى التطوير التشريعي شهدنا عدد من التشريعات وممارسات عملية لتطبيق التشريعات سواء بخروج لوائح تنفيذية القوانين تم إصدارها قبيل استراتيجية، بالإضافة كمان لتشريعات جديدة خرجت لمناهضة العنف ضد المرأة، تعزيز الممارسات في العديد من الفئات، قانون حماية المسنين كان واحد من أهم القوانين الذي خرج في ظل الاستراتيجية، ومصر من الدول القليلة في العالم التي تمتلك تشريع يضمن للكبار السن حقوقهم، بالإضافة كمان لخروج التشريع الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واللي بيعزز من دور منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية. عندنا الجزء الثاني لما بنتكلم على التطوير المؤسسي، خروج المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الحالي كأول مجلس منتخب في تاريخ الدولة المصرية عقب إطلاق الاستراتيجية بشهور قليلة، يعني الاستراتيجية خرجت 11 سبتمبر بنتكلم على 4 أكتوبر كان تصويت البرلمان واختياره لأعضاء المجلس القومي من ضمن 2000 مترشح، تم الاتفاق على والتصويت على 25 عضو رئيس ونائب من الحركة الحقوقية المصرية ومن منظمات المجتمع المدني يعملوا بشكل مستقل بالكامل. هذا المجلس هو أول مجلس مستقل بالكامل، تبعيته النهاردة هو سيد قراره في ملفات حقوق الإنسان، بالإضافة كمان عندنا طفرة مؤسسية في مراكز الإصلاح والتأهيل اللي اتبنت في الدولة المصرية. محدش يقدر ينكر إن إحنا كان عندنا مشكلة في السجون القديمة والسجون التقليدية التي تم إنشائها منذ مئات السنين، لكن إحنا بنتكلم في الدولة المصرية في عصرنا الحالي مراكز الإصلاح والتأهيل هي مراكز تطبق كافة المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان. آخر جزء في التطوير اللي إحنا بنتكلم عليه وهو الخاص بالتثقيف وبناء القدرات. كان سابقا من يتم بناء قدراتهم في ملف حقوق الإنسان وكان مسموح بكل سهولة أن هم ياخدوا برامج في هذا المجال هم أعضاء جهات إنفاذ القانون، الجهات الشرطية، النيابة العامة، الهيئات القضائية، ولكن بموجب الاستراتيجية
كل أعضاء والعاملين بالجهاز الإداري للدولة أصبحوا شركاء في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، وده أعتقد كلها تطورات مهمة. أستاذ محمد، يعني الرؤية المصرية لحقوق الإنسان رؤية مميزة ومختلفة، يعني هنا بننظر إلى حقوق الإنسان مش بس حقوق تنحصر في الحقوق السياسية والمدنية، لأنه دايما في أصوات بتتعالى على مدى فترات زمنية طويلة أنه حقوق الإنسان بتساوي الحقوق السياسية والمدنية على أهميتها طبعا، لكن كان في رؤية مصرية أنه الحق في حياة كريمة، الحق الاجتماعي، الحق الاقتصادي، وده تجلى كمان في خطاب السياسي للدولة وخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، أنه الحق في الحياة ده حق من حقوق الإنسان. بكل تأكيد هذه الرؤية المصرية الخاصة لحقوق الإنسان على الأرض إزاي تم ترجمتها؟ خلينا نكون واضحين في البداية أن ملف حقوق الإنسان، حقوق الإنسان هي واحدة مترابطة، ما ينفعش تديني حق وتسحب مني حق تاني، تقول لي ان الحقوق المدنيه والسياسيه تطغى عن الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. للاسف اصدرها في الواجهه بس على مدار سنوات طويله. كان الاهتمام اكثر زي ما حضرتك بتقول بملف الحقوق السياسيه، نتكلم عن سجناء، نتكلم عن ممارسات انتخابيه، نتكلم عن احزاب، ونسينا ان الحق في الغذاء هو حق من حقوق الانسان، الحق في السكن اللائق، الحق في الصحه، الحق في فرصه عمل لائقه، كل دي النهارده حقوق رئيسيه. ما انت ما تقوليش النهارده مواطن جعان تقول له انزل انتخابات. ما تقوليش النهارده واحد مش عارف يتعالج تقول له انزل شارك مشاركه سياسيه. حقوق الانسان هي واحده مترابطه، وما ينفعش ان انت تعزز من جزء وتغفل الجزء الثاني. الدوله المصريه في الجمهوريه الجديده تتعامل مع حقوق الانسان انها وحده واحده، وتعزز من المفهوم الشامل لحقوق الانسان. يجري التطوير على محورين، المحور الاول هو الاستثمار في البشر بالاضافه للاستثمار في الحجر. عندنا تطوير في البنيه التحتيه في قطاعات كبيره. مصر برضو خلينا نكون واضحين عشان نعرف احنا كنا فين وبقينا فين. مصر كانت تمتلك واحدة من أصعب المناطق العشوائية على مستوى العالم، عندنا 52 منطقة كانت تصنف من المناطق الأكثر تهديدا لحياة الإنسان. كان عندنا تل العقارب، بعدنا روضة سيدة زينب، كان عندنا غيط العنب في اسكندرية، عندنا بشائر الخير، كان عندنا كتير من المحافظات وكان فيها مناطق تهدد حياة الإنسان. الدولة دخلت طورت هذه المناطق بالكامل عشان تضمن حياة كريمة للمواطنين. لما احنا بنتكلم عن دولة منذ سنوات قليلة، لما نيجي نتكلم عن برلمان في عصر أسود في تاريخ الدولة المصرية، عصر الجماعة المحظورة، كان هناك السيدات يتم ترشيحهن بمجرد بدل صورتها تحط وردة وتحط فانوس وحاجات كتيرة، الكلام ده مش بعيد. النهاردة بنتكلم عن ما يقرب من 28% من البرلمان المصري من السيدات. صحيح. بنتكلم عن تمكين حقيقي للشباب في عملية الممارسات. لدينا الآن لسنا فقط مواقع تنفيذية موجودة في القطاعات المختلفة، لدينا وزراء شباب، لدينا محافظون شباب، لدينا نواب من المحافظين والوزراء من الشباب، لدينا برلمانيون في المجلسين سواء مجلس النواب أو الشيوخ شباب. فأنت عندك تمكين حقيقي لهذه الفئات. شايفين كمان الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو احنا بنتكلم عن حقوقهم بكل حرية في ضوء القانون رقم 10 لسنة 2018، وتطوير رائع لتعزيز ممارساتهم لحقوقهم، وبنشوف تطوير سياسات في قطاعات مختلفة. الميزة في الدولة خلال هذه المرحلة ان احنا شايفين تكامل ما بين الاستراتيجيات الوطنية المترابطة. بدأنا بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، رؤية مصر 2030 وتطويرها عام 2018، ثم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الاستراتيجية الوطنية للسكان، مجموعة من الاستراتيجيات تعمل بشكل توافقي. ما فيش النهارده جزر منعزله بقت موجوده، في تنسيق كامل ما بين كل بقى موجود لوحده يغارد خارج السر انا بس اللي هبان. لا، حضرتك النهارده كل خطوه يتبعها مجموعه الخطوات. بناء الانسان المصري هو من اهم الاستراتيجيات حقوق الانسان، وده يمكن احنا منذ ايام قليله تم انطلاق مبادره بدايه جديده لبناء الانسان المصري من خلال التثقيف والصحه والتعليم وكل شيء. اعتقد ده حق من حقوق الانسان وحق من حقوق المواطن المصري خلال الفتره اللي فاتت ان احنا نلاقي مبادرة زي دي بتهتم بالبناء الإنسان المصري بشكل كبير. كل ما يجري من تطويره وهدفه الأساسي هو الاستثمار وتعزيز حقوق العنصر البشري. مصر ثروتها الحقيقية في مواطنيها، الثروة البشرية الموجودة في الدولة المصرية هي القوة الدافعة لأي عملية إصلاح وتنمية تجري في هذه الدولة. أي حاجة بتتعمل سواء تطوير في بنية تحتية، تعزيز النهاردة من ممتلكات الدولة، أي استثمار في أي قطاع هدفه الأساسي هو تعزيز ممارسة الإنسان لحقوقه والتمتع بمقومات الدولة المصرية. اللي احنا شايفينه في مبادرة بداية هي مبادرة عظيمة جدا، هدفها ان يكون لدينا مواطن كفء واعي يتمتع بمجموعة من الحقوق الرئيسية التي تمكنه ان يكون مواطنا فاعلا في عملية البناء. كمير. ما ينفعش النهاردة انك تتكلم في مواطن ناقص رعاية صحية يبدأ يشتغل معاك، لا، انت بتحط النهاردة تطوير في ملف الرعاية الصحية وجزء واضح وصريح
لتطوير المراكز الأولى بالرعاية، وبنبدأ نتكلم كمان عن حاجات في بعض الأحيان كان من الممكن أن ينظر إليها على أنها على سبيل الرفاه. لما نيجي نتكلم أن مبادرة بداية تتكلم عن تطوير كمان الصحة النفسية للمواطنين المصريين، ملفات دقيقة جدا. حتى توفير فرص العمل والتوظيف موجودة من خلال هذه المبادرة موجودة. كان مسكوتا عن هذه الملفات قبل ذلك. أنت بتتكلم، خلينا عم نأكل ونشرب الناس الأول وبعد كده نشوف الملفات اللي أنت بتتكلم فيها. على فكرة كمان حتى الحقوق البيئية أصبحت صحيح. موجودة للحفاظ عليها. فأنت بتتكلم عن مفهوم شامل لكل الحقوق. بنبدأ أن احنا نطور من هذه الملفات. نحن الآن في مرحلة فارقة في تاريخ هذه الدولة. جميل. يقاس دايما أستاذ محمد يعني مدى رقي أو تقدم أي شعب أو دولة به الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا أو الفئات الضعيفة المهمشة ما بين قوسين. فئات الأولى بالرعاية. الأولى بالرعاية. احنا مش شايفين اهتمام بالأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة موجودة في قلب هذه الاستراتيجية. عايزين حضرتك توضح لنا أكتر إلى أي مدى بيتم الاهتمام بهذه الفئات. لما نقول إن أنا عندي تشريعات خرجت لتعزيز حقوق المرء في مختلف القطاعات يبقى أنا عندي اهتمام فعلي. لما جرم وحول عقوبة جريمة الختان من جنحة إلى جناية يبقى أنا بتكلم في تحرك فعلي. لما أتكلم عن تغليظ عقوبة زواج القاصرات فدي النهاردة بالنسبة لي تحرك فعلي. لما يبقى عندي مجموعة من الجرائم بيتم تغليظ العقوبة بتاعتها وضمان أن يتم تطبيق وتفعيل هذه العقوبات فيبقى بتكلم أن أنا بعزز من حقوق المرأة. لما لاقي وزيرات موجودين في الحكومة المصرية يقومن بدور فاعل في العديد من القطاعات فده تمكين في المواقع التنفيذية. نفس الكلام لينطبق على البرلمان. لما نلاقي كبار السن أن الدولة بتخصص موازنات كاملة وعندي صندوق لحماية كبار السن وعندي ملفات مهمة بنشتغل فيها عشان خاطر جيل الرواد، هم على فكرة هم دول كبار الشخصيات اللي موجودين من أفنوا عمرهم طب في خدمة الدولة المصرية، يجب أن يكون لديهم وضع خاص في هذه الدولة. صحيح. مصطلح خير الحكومة ده ما بقاش موجود. يكرموا. احنا محتاجين ان احنا نشوف ده. بنشوف الفعاليات الرئاسية اللي بتتم بشكل متواصل تكريم رموز المجتمع المصري من فئة كبار السن اللي قاموا بدور في خدمة وعطاء الوطن، مش العبرة بالموجود حاليا. إذا لم تكرم من قام بالبناء في هذا الوطن بكل تأكيد لن يكون هناك عاملا حفازا للمواطنين الحاليين. لما نتكلم عن الطفل وتعزيز حقوقه، مدارس كبيرة، لما الدولة المصرية تهتم بالحق في الغذاء للطفل ونتكلم على صحيح. تطوير ملف التغذية المدرسية وإن يبقى عندي رعاية صحية لائقة تليق بأطفال مصر. أنيميا والقصر القامة. حاجات كتير النهاردة أصبحت موجودة تقزو. كلها ممارسات عملية. لما يبقى عندي معاش تكافل وكرامة يربط حصول الفئات الأولى بالرعاية على استمرار أبنائها في التعليم يبقى أنا عندي دولة بتؤمن إيمان حقيقي أن الحق في التعليم هو حق رئيسي يجب العمل مش بس على تعزيزه على ضمان ممارسته. نيجي نتكلم عن كل الفئات هتلاقي الممارسات العملية هي الدليل والتبيان لأي عمل بيتم في مختلف القطاعات. عشان كده بنقول إن احنا على الطريق الصحيح. صورتنا مش وردية والدنيا مش أحسن حاجة ولا احنا خلصنا كل الملفات، ولكن أصبح لديك استراتيجية واضحة وإيمان حقيقي أن عصر الإخفاء والتناسي لم يعد مقبولا في هذه الجمهورية، أن المصارحة والمكاشفة هي أسهل طريق للعلاج. عندي قانون إجراءات جنائية كان بقاله أكتر من 70 سنة محدش النهاردة عنده الجرأة أن هو يطور فيه تطوير فعلي. شاهد عديد من التطويرات. إحنا النهاردة بنتكلم في بدل حبس احتياطي، بنتكلم عندي حوار وطني شارك فيه المعارضة قبل الموالاة. صحيح. شايفين بكل تأكيد حالة من الحراك السياسي وتعزيز مشاركة سياسية لكل القطاعات. شايفين مجتمع مدني كان بيتخون في فترات سابقة ويتقال عليه أنه قائم على التمويل وقائم على التعاطي مع منظمات دولية، ونسينا أن المجتمع المدني المصري هو مجتمع مدني وطني عمره أكثر من 200 سنة أكبر من عمر دول كبيرة في العالم. جاء السيد الرئيس ليعلن أن عام 2022 هو عام للمجتمع المدني، وتبدأ تعمل منظمات المجتمع المدني في شراكة وتوافق مع مؤسسات الدولة المختلفة عشان يكون عندي إصلاح حقيقي. يبدأ كمان يبقى عندي تحالف وطني موجود بيضم المنظمات الفاعلة في ملف العمل الخيري والعمل الأهلي الخاص بدعم الفئات الأولى بالرعاية، ويبدأ يشتغل في كل القطاعات ونشوف بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم ما بين منظمات مجتمع مدني وما بين وزارات الدولة عشان يعملوا مع بعض في مشاريع قومية هدفها بناء الإنسان المصري. طيب حضرتك بتقول ان يمكن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتعتمد على 8 مبادئ. 8 مبادئ دي هل
مع الشراكة مع مبادرات الرئاسية اللي بيتم إطلاقها بشكل كبير جدا لكل فئات المجتمع، حياة كريمة، الفئات المبادرات الصحية، المبادرات الخاصة بالغذاء وغيرها، هل ده كله بيندرج تحت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبتحقق أهدافها بشكل كبير؟ لا يوجد نشاط واحد يتم في الدولة المصرية خارج إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. حد إن احنا شفنا في موازنات التي يتم مناقشتها داخل البرلمان أن الصرف الصحي الذي يتم إدخاله القرى في صميم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. يعني هي المظلة الأكبر. هي المظلة. ودي المظلة الجامعة على أي حق. ما هو النهاردة هي اسمها جمهورية حقوق الإنسان. تلاقي النهاردة مجموعة من المصطلحات اللي موجودة ولكن المصطلح الأهم جمهورية حقوق الإنسان. خليني ممكن كده نعدي على ملف أخير وهو الملف الخاص برؤية العالم لينا في ملف حقوق الإنسان. على مدار سنوات سابقة كان الناس النهاردة بتنتقد ممارسات حقوق الإنسان ويعتبر هذه الفزاعة اللي كان ممكن في بعض الأحيان بيتم التلويح بيها أمام الدولة المصرية. لما نشوف قرار الإدارة الأمريكية ووزير الخارجية الأمريكي بلينكن وهو بيعلن لأول مرة في عهد الإدارة الأمريكية الحالية في عهد الرئيس الأمريكي بايدن أنه لن يتم استقطاع أي جزء من المساعدات الأمريكية لمصر بسبب ملف حقوق الإنسان، وأن مصر قالها بشكل واضح قامت باستيفاء الإجراءات اللازمة التي تضمن ملف حقوق الإنسان. دي النهاردة شهادات مهمة موجودة. طب سريعا ما المنتظر تشريعيا؟ يعني ايه القوانين او التعديلات اللي احنا مستنيينها تشريعيا الفتره المقبله عشان تواكب محاور الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان؟ مستنيين طبعا استكمال فكره قانون الاجراءات الجنائيه ان يخرج بالشكل التوافقي الذي يضمن مصلحه جميع الاطراف المعنيه. محدش يقدر ينكر ان احنا شايفين ان في حاله هنقول من الخلاف الصحي الموجود والتشاور حول بعض البنود المتعلقه بالقانون ما بين نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادي القضاء بالإضافة مع اللجنة الفرعية. ده حوار صحي حوار صحي النهاردة ومناخ ما كانتش موجودة قبل كده. كنت زمان كنت بتشوف القانون ونشوف الجريدة الرسمية، لا دلوقتي بتتكلم على شاشات القنوات وبنتكلم في التلفزيون المصري تلفزيون الدولة حول هذا الملف. احنا محتاجين قانون إجراءات الجناية يخرج يرضي جميع الأطراف، محتاجين أيضا مجموعة من التشريعات المعززة لضمان ممارسة حقوق الإنسان، محتاجين كمان الاستحقاقات الدستورية الهامة الواردة في دستور عام 2014 تخرج للنور، محتاجين المجالس المحليه، قانون الاداره المحليه ايضا يخرج للنور، محتاجين مجموعه من التشريعات التي من المهم ان يتم خروجها حتى يكتمل بناء الجمهوريه الجديده. صحيح، وبالفعل طبعا مصر بتقوم بدور تنموي كبير جدا مش على مستوى بس المشروعات القوميه ولكن بناء الانسان المصري وتحقيق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. هو ده الهدف المنشود. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده. جزيل الشكر ليك. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع من بعده الفقره الاخيره في صباح الخير يا مصر. امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن عن مجموعة من القرارات الاقتصادية المهمة جدا لدعم الاقتصاد المصري. هذه القرارات شملت محاور كتير بتستهدف تعزيز الاقتصاد، التصدي للتحديات اللي بتواجهه، كمان مجموعة من فتح الآفاق لفرص استثمارية وتدفق للأموال الخارجية داخل الدولة المصرية. امبارح كان في خبر مهم جدا انه السيد مدبولي اعلن عن استثمارات سعودية جديدة تصل قيمتها الى حوالي 5 مليار دولار، ووضح ان هذه الاستثمارات هتكون في قطاعات مختلفة زي قطاع الطاقة ومش مرتبطة بودائع، لكن هتدعم الشراكة الاقتصادية المتميزة ما بين مصر والسعودية، وطبعا هتوفر فرص عمل كتير وهتفتح ابواب للاستثمار. خلونا نعرف تفاصيل أكتر مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة محمد أبو عاصي الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الاقتصادية. صباح الخير ومنورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل مشاهدين برنامج صباح الخير. أهلا بحضرتك. شفت إزاي وقرأت إزاي لقرارات سيادة رئيس الوزراء بالأمس في المؤتمر الصحفي اللي أعلنها؟ كان هناك قرارات اقتصادية هامة جدا للمواطن المصري. هو بداية يعني كان أكتر حاجة ممكن نركز عليها الفترة الأخيرة هو تحركات الحكومة المصرية، وإن هي بدأت تقتنع إن القطاع الخاص لفترة من الفترات هو اللي بيدير أو هو المفروض يدير الفترة دي بالتحديد. كمان بدأت تقتنع إن يكون عندنا استثمار أجنبي وإن يكون في دعم للاستثمار الأجنبي ده أسوة بالاستثمار المحلي، وإن يكون في تقارب ما بين وجهات النظر في الناحيتين.
وجود استثمارات سعوديه على الاراضي المصريه في التوقيت الحالي بيوصل رسائل مهمه جدا. مبدئيا ان السوق المصري بيتكامل مع السوق السعودي وكان كمان السوق الاماراتي، لان السعوديه الفتره الاخيره بتطرح كم كبير من الحوافز والمميزات. معروف عندنا في الاقتصاد ان راس المال ملوش وطن، ملوش ارض بيتعامل فيها او ملوش جنسيه، وبالتالي السوق السعودي الفتره الاخيره بيقدم كم كبير من الحوافز الاستثماريه، زي بقى اعفاءات ضريبيه، اعفاءات جمركيه، زي النقط دي كلها. يعني ممكن يكون فسر خطا من البعض ان ممكن ان يحصل هجره للاستثمارات من بعض الدول العربيه، منها مصر، منها الامارات، منها قطر للسعوديه. لكن اللي بيحصل اللي محدش ياخد باله منه او محدش عارف تفاصيله بالتحديد، ان في تكامل ما بين الاستثمارات المصريه والسعوديه. السوق السعودي ملزم ومحتاج وفي امس الحاجه للسوق المصري والعكس، وبالتالي لازم يكون في تكامل ما بين السوقين، لازم يكون في هناك شركات وهنا شركات. انا عندي في السوق المصري بالتحديد عندي ميزه يمكن تكون مش موجوده في السوق السعودي، وهو موضوع القدره الشرائيه. المصريين معاهم فلوس، ما معهوش فلوس هو بيحب يشتري، فبالتالي دي ميزه بتنفع كم كبير من المستثمرين. وبالتالي السوق السعودي وبيتحول للصناعه والاستثمار، لازم يكون في مجال حيوي بيشتغل فيه، من ضمن المجال الحيوي ده السوق المصري. ودي الرساله المهمه اللي وصل، ان انت كسوق مصر لست زياده او لست بالمصطلح البلدي او الشعبي بدون تجميل المصطلحات، انا مش عالة على الاسواق اللي حواليا، العكس. صحيح. انا مكمل للاسواق، سوق جاذب، سوق جاذب للاستثمار، لان عندي حاجه اسمها القدره الشرائيه، ودي حاجه احنا بنقدرها شويه في الاقتصاد. استاذ محمد، لو اتكلمنا شويه عن الحديث عن ضخ 5 مليار دولار استثمارات سعوديه مباشره، والتاكيد على انه هذه الاستثمارات غير مرتبطه بفكره الودائع، لا احنا بنتكلم هنا على استثمارات مباشره، نوضح ده اقتصاديا معناه ايه ومردوده اقتصاديا كمان على واقع الاقتصاد المصري. الفتره دي يمكن تم اعلان مجموعه او على فترات، كان في زياره رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليه، وكان معاهم وزير الاستثمار موجودين في السعوديه، وكان تم يعني طرح مجموعه من المحددات زي موضوع الاستثمارات المصريه السعوديه او السعوديه المصريه. اللي محدش ممكن يركز معاه قوي ان استثمارات السعوديه متغلغله اصلا في السوق المصري. احنا عندنا كم او حجم استثمارات بيوصل تقريبا من 32 ل 35 مليار دولار استثمارات سعوديه مباشره في السوق المصري. فدي نقطه. النقطه الثانيه، لما يجي النهارده البنك المركزي المصري والحكومه المصريه لديها توجه واضح، وهو استقلاليه الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي في مصر. فالنهارده لما تم اعلان ان في 5 مليار دولار وبعد كده في 10 مليار دولار اخرى، ال 10 مليار دولار دول هيكون من ضمن الودائع السعوديه الموجوده في مصر، ثم 5 مليار جديد. عايز اقول لحضرتك ان الرقم ده مش قليل في سوق الاستثمارات الدوليه، وخصوصا ان السعوديه دلوقتي مركزه معاك في نقطه تانية خالص، وهي نقطه مش بقى الناحيه المعماريه، لا ده العكس. يعني بدون ما تقصد او يمكن تقصد انها بتتكامل مع الاستثمار الاماراتي في راس الحكمه مثلا، او تضخ مجموعه من الاستثمارات في قطاعات بقى السياحه وغيرها، لا انا داخل لنقط معينه اللي هي نقطه التعدين، وكان دي معلومه عندنا كصحفيين ان هو هتتوسع في يعني في اي القطاعات تحديدا، يعني قطاعات التعدين وقطاعات البترول والنفط وقطاعات الغاز، حتى اللي هي المفروض الحقول بتاعه النفط وحقول الغاز الطبيعي هي هتدخل تنميها، تضخ استثمارات ترفع. هنرجع مره تانية طبعا يعني رجوع لانتاج الغاز من حقل ظهر، وده هيحل ازمه اقتصاديه كبيره جدا. انا عندي نقطه، طبعا النقطه بقى بس يعني نسيب موضوع الغاز شويه، بس انا بتكلم في نقطه اللي هي الاستثمارات. انا الاستثمارات دي هتترجم عندي لدولار هيتضخ في السوق المصري، وبالتالي انا عندي ازمه تمويل اصلا متواجده وفجوه تقدر حتى الان بحوالي 75 مليار دولار على مدار الثلاث سنين الجايين. فالفجوه دي بتتسد بكمل الاستثمارات المتواجده في السوق، وبالتالي بقلل الاعتماد على الاموال الساخنه وغيرها. النقطه الثانيه المهمه جدا ان انا عندي كم كبير من الضرائب هيتدفع. صحيح مصر هتقدم برضه وبتقدم اعفاءات ضريبيه واعفاءات جمركيه بالمثل، بس في النهايه في ضرائب عند فرص عمل بتتواجد، عندي سوق المفروض ان انا بنوع فيه فرص العمل المتواجد، عندي منتج هيتصنع على الاراضي بتاعتي، وعندي قيمه مضافه هتضاف للحقول الغاز وعندي والاقتصاد القومي، فبالتالي يبقى في عمليه تنميه حقيقيه متواجده على الارض. يعني حضرتك تقول ابرز القطاعات اللي هيكون فيها استثمارات سعوديه في مصر هي قطاع التعدين وقطاع والطاقه بشقها الثنائي او الثلاثي، اللي هو فيما يخص الغاز الطبيعي المحروقات والسولار والنفط وحقول النفط، لان مصر بتتوسع الفتره الاخيره في عمليه حفر ابار وسواء غاز او نفط. الناحيه الثانيه الكهرباء، سواء الطاقه الشمسيه او حتى الطاقه اللي هي الكهربائيه، اللي هي محطات الطاقه اللي هيتم وعمليه ربط الكهربائي ما بين مصر وما بين السعوديه. النهارده الكهرباء المصريه هتتواجد في السعوديه، طبعا دلوقتي اللي بيشوفنا هو احنا عارفين نكفي الكهرباء داخليا، لما
هنكفيها خارجيا. هقول لحضرتك ان انا ما عنديش مشكله في البنيه التحتيه للكهرباء، انا عندي محطات تقدر تخليني اعمل قدرات ربط كهربائي كويس جدا. جميل. لكن المشكله عندي في عمليه التشغيل. جميل. على موضوع الكهرباء كان في تصريح مهم جدا جدا لرئيس مجلس الوزراء امبارح بعدم العوده مره اخرى لقطع التيار الكهربائي او خطه تخفيف الاحمال، قولا واحدا وصريحا من دوله رئيس الوزراء انه مش هيكون في عوده مره اخرى لقطع التيار الكهربائي. كمان وعد بتوفير او يعني ذكر بتوفير حوالي 7 مليار لاقامه مشروعات طاقه نظيفه وطاقه جديده ومتجدده الفتره المقبله. قريت التصريح ده ازاي يا فندم؟ انا عايز اولا اشكر حضرتك على السؤال ده بالذات. السؤال ده ليه كذا شق، وكم شق دول اكتر خطوره من بعض. اول حاجه فيما يخص تصريح رئيس الوزراء، فده تصريح ده المتبع او المفروض يتعمل، ده واجبك كحكومه انك توفري لي الطاقه بغض النظر عن الالتزامات والضغوط، وانا مقدر، بس الحكومه وجدت لانها تحاسب في النهايه على الفواتير، سواء فواتير تشغيليه او فواتير اداريه، فده شيء اداري في الاول وفي الاخر. وممكن لو كنا في زمن غير الزمن وتوقيت غير التوقيت كان ممكن المواطن يتحمل اللي هي عمليه الاخفاق الحكومي في ان هي يتم التشغيل محطات الكهرباء بكامل تكثيف، لكن انت دلوقتي في ضغوط عالميه وضغوط محليه وفاتوره اصلاح اقتصادي، فالمواطن ده شيء طبيعي ان هو يرد عليه ويقول له لا، احنا عايزين نحتفل ان شاء الله زي اليومين دول كمان 10 سنين بان لم يتم انقطاع التيار الكهربي نهائي، ده بقى الانجاز الصحيح، ده الانجاز الصحيح. طيب دي نقطه. طيب النقطه دي خطورتها في ايه بالتحديد؟ النقطه دي في عندي شقين، شق افريقي، انا عندي النهارده الحكومه المصريه بتتواجد بشكل يومي، وهنا السيد وزير الخارجيه كان بيقوم برحلات مكوكيه، كافه الدول الافريقيه طالبه من حضرتك طلب واحد بس، وهو تديهم السلعه الاغلى وهي الكهرباء، ومصر اللي بتعرض الورقه دي لان عندها الامكانيات التشغيليه، امكانيات المحطات ربط الكهرباء. فالنهارده انت عندك ربط الكهربائي دلوقتي بيتم المناقشه او التواصل مع السودان لرفع قدرات التيار الكهربي، ومن السودان هيبقى الاريتريا، وعندك الكهرباء الناحيه الثانيه في ليبيا، عندك كمان بنتكلم على اليونان، يعني الموضوع بس مش دول، وهعديها الناحيه الثانيه السعوديه، السعوديه انت بتتكلم بقدرات 1500 ميجا، بنتكلم في نهايه في منتصف 2025 وال 1500 الاخرين بمنتصف 2026، فالنهارده قادر ان اشتغل، وعندي كم كبير من الاستثمارات الاماراتيه، وعندنا بورصه كهرباء بيتم دلوقتي استعداد لاطلاقها في مصر، فده شيء موضوع كامل. طيب نقطه بقى مهمه جدا وهي نقطة ان انا عندي موضوع الكهرباء، انا بنتج الكهرباء ازاي وايه الوضع، وهل عندي امكانية ان انا اطلع طاقة كهربائية تخليني في يوم من الايام متسيد التصدير والشغل. مبدئيا الكهرباء او وزارة الكهرباء بتحاسب على السولار او الغاز بالدولار، فدي مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة ازاي؟ ان انا مواطن مصري متعاقد مع وزارة الكهرباء على ان ادفع بالجنيه، حسب ما تم اعلان رئيس الوزراء والعهدة الارقام ترجع ليه، ان انا بنتج او تكلفة الانتاج كلها حوالي 10 جنيه للكيلو وات ساعة، او على حسب هو ما تم اعلان الدوله او احنا كمواطنين بندفع فيها 60 قرش، من 60 قرش متوسط لحد جنيه ونص، وفي زياده في فواتير الكهرباء الفتره الاخيره جدا لان الدوله بدات ترفع الدعم بشكل جزئي، وكمان بدات تحاسب على موضوع سرقه التيار الكهرباء. فانا النهارده كدوله محتاج اوفر دولار كوزاره كهرباء وعشان ابدا اشتغل. يبقى النقطه هنا انا كمواطن مش هدفع لك بالدولار اطلاقا، وحتى لو دفعت لك بكميات كبيره من الجنيه انا عايز احول الجنيه ده لدولار عشان تحوله حضرتك تشتري من بره. فاصبح وزاره الكهرباء النهارده بتدور بره الصندوق بقى، او ده اللي كان المفروض يحصل، ان انا لازم اصدر كهرباء. طيب ما انا عندي سد جوليس والدول الافريقيه كمان عندي سد اصدر كهرباء فترجع لي بالعمله الصعبة. يبقى انا النهارده حتى لو دعمت المواطن او رفعت عنه الدعم فيما يخص الكهرباء، فانا على الاقل قادر ان انا احقق النقطه دي. عندي سد جوليس نيري في تنزانيا، وده انتاج مصري من الابلاق المصري مولين عرب سويد الكتريك، اللي هم انشاوا السد ده سد حكومي مصري محدش يعرفه، الحكومه المصريه اقترضت واخذت من ميزانيتها ما يقارب ال 28 مليار دولار عشان يضاف بس او يتضخ كمساعدات للدول الافريقيه وانتاج السدود. سد جوليس نيري التكلفه بتاعته حوالي 2.6 مليار دولار. جميل. طيب بقيته يعني كام المشروع سواء فيما يخص بقى محطات التخزين او محطات الانتاج، اجمالي استثمارات 5 مليار دولار، الحكومه المصريه جابتهم منين؟ ما هو ده مصر، ده على يعني عشان تقول في الاخر انت بتختار ليه او بتشتغل ليه. فموضوع الكهرباء ليه شقين او ثلاث يعني نقط تكلفه، نقط داخلي، نقط خارجي، لازم ناخد بالنا من النقطه، عشان كده تلاقي دايما مهما رفعت سعر الكهرباء. طب انا لو قعدت مره تانية انتاج الغاز من حقول الغاز اللي موجوده، هقدر برضو ان انا اعادل في المعادله دي واقدر احلها بشكل كبير، ان انا مش هقترض بشكل او مش هستخدم العمله الصعبه في ان انا اجيب الغاز الطبيعي من بره، فاقدر اكون على الاقل في اكتفاء ذاتي. حضرتك احنا سوق او السوق الدولي كله يعني
أصغر مما تتخيل. النهاردة أنا السوق الدولي ده فيه منتج وفيه مستهلك، في حد بيشتري وفي حد بيبيع. فالنهاردة عملية إن أنا أتحول من إن أنا أشتري وبيع ده مش سهل. دي حاجة، لأن في شركات مش هيصرها بأي حال من الأحوال إن حضرتك تتحول إنك أنت دي نقطة منتج. أنا مش من أتباع نظرية المؤامرة، لكن ده موجود عشان نكون واضحين في النقطة دي. طيب موضوع الغاز أو فيما يخص الغاز بالتحديد، إحنا كنا تحولنا الاكتفاء الذاتي 2018-2019 مع تشغيل حقل صغر، وكان بنهاية 2017 كان تم تشغيل حقل زهر، فدي كانت قصة بقى، وكان 40% من إنتاج الحقل أو الغاز المصري بيجي من الحقل ده بالتحديد. قلنا إن إحنا هنحاول أو ننتج يوميا في حدود، أول ما بدأ الإنتاج كان في حدود 980 مليار قدم مكعب يوميا، فدي نقطة. بعد كده ارتفعنا لحد ما نوصل 2 مليار، وبعدين لا 980 ألف قدم مكعب، فوصلنا ل 2 مليار وبعدين 2.9، وبعدين بدأنا ننزل تاني لحد 2، لحد ما حصلت أزمة حقل زهر الكبيرة. واللي هنا بقى إحنا كمسؤول مصري لازم دايما أتعود إن أنا ما حاولش، أنا عارف إن حقل زهر كان ليه اعتبارات معينة في 2017 وجاي في توقيت الدولة عايزة تاخد فيه إنجاز ولو رمزي، اللي هي سياسة الخبر المفرح اللي بيحرك الأسواق وبيحرك مشاعر المواطنين والقصة دي كلها جميل، بس في النهاية المواطن المصري خلاص هو حقل زهر ده مكمل معايا، ده اكبر من حقول الغاز في مصر، وده اللي هيريحني، وده اللي هينتج، وده اللي تم تصويره للمواطن المصري. وده مش خلاف الحقيقه بشكل كامل، لكن الحقل بعد تشغيله فتره بدات انتاجيته عالميا زي اي حقل تقل طبعا، فبالتالي النهارده بدات الحقول التانية نتيجه بقى حاجات كتير. طيب استاذ محمد معلش، يعني برضو كمان من التصريحات امبارح الحديث عن مناطق جديده للتنميه في ساحل البحر الاحمر من 4 إلى 5 مناطق، زي ما شفنا تنمية في الساحل الشمالي ورأس الحكمة، إلى أي مدى في مناطق أخرى جديدة وواعدة لجذب الاستثمارات وتحديدا منطقة ساحل البحر الأحمر؟ إحنا عندنا كدولة مصرية عارفين أن التوقيت الحالي أو الحكومة المصرية أو القيادة السياسية الموجودة في مصر والنظام الحاكم شايف دلوقتي حاليا أن ده توقيت تبديل كراسي، تبديل كراسي على ترابيزه العالم للاداره والاقتصاد، وبالتحديد الدخل الاقتصاد في العالم كله، وما يحدث في العالم كله سواء في مظاهره سياسه او عسكريه هو في الظهر اقتصاد بشكل واضح. فبالتالي هي بدات الفتره الاخيره تشتغل على النقطه او المحور ده بالتحديد. انا عندي حاجه في العالم سلعه رائجه اسمها المناطق اللوجستيه، عندي سلعه اسمها السياحه، عندي سلعه اسمها التنميه، عندي فرص عمل، عندي اقتصاد راس مال لازم يتواجد في السوق، مع احترامنا للاقتصاد الشيوعي وغير الشيوعي والقصص دي كلها، لان خلاص انت الاشتراكيه والشيوعيه ما عادش ليهم حتى المدلول الاقتصادي بتاعهم، ما عادش يقدر، ما عادتش الدوله تتحمل. الدوله معروفه في اي مكان في العالم صانع سيء وتاجر اسوء وغير جديره بالمنافسه، يعني ما ينفعش ان هي تنتج، وما ينفعش هي تتاجر، وما ينفعش لانها بتغلب العاطفه وان انا بقدم وبدعم وفي الاخر المواطن بيدفع الثمن، لان انت هتشيل الدعم على ده في يوم من الايام. فانا النهارده كدوله، لا مصر عندها اكثر من 14 مدينه، ودي معلومه على فكره بتتم تنميتها وعشان يتم طرحها. طيب طرحها لمين؟ للمستثمرين الاجانب والمحليين. طيب هو احنا كده بنبيع اصولنا؟ ده سؤال مهم. لا انت النهارده مش بتبيع اصول اصلا، انت بتيجي طارح الارض. انا عندي مدينه الجلاله، حكومه حتى الان لم تعلن على كم المشروعات اللي فيها بس شغاله كويس جدا. عندي 5 مناطق على البحر الاحمر، دي سلعه رائجه في التوقيت ده. النهارده عندك في الناحيه الثانيه منافسين، وانا بتكلم عن السوق السعودي متكامل، بس في النهايه هو منافس. انا بتكلم على الجميع منافس، كان بيظن او حابب يطور منطقه ساحل البحر الاحمر لكنه ما طورهاش. هل هو قاصر؟ لا مش قاصر، بس هو ما عندوش الامكانيه، او بمعنى ادق ما عندوش الاحتياج اللي انت محتاجه. فانت النهارده لا انا عايز تعالى خد الارض بطريق او باسلوب حق الانتفاع، ولازم الدوله توضح النقطه دي. ان اتاحه الارض بيبقى نظام حق الانتفاع، وبيجي المستثمر يبني ويمشي. فدي قصه لازم نكون احنا فاهمينها، ويحول استثماراته بالدولار. فدي حاجه. عندي كم منطقه؟ عندي 5 مناطق زي ما قال رئيس مجلس الوزراء، هم 14 مدينه فعلا على ساحل البحر الاحمر وساحل البحر الابيض المتوسط الاثنين مع بعض. عندي في شغل كويس قوي في منطقه حلايب وشلاتين والنقطه دي. عندي في مدينتين لوجستيتين، يعني مناطق لوجستيه بتتعامل على الحدود، سواء فيما يخص الحدود مع الاراضي الفلسطينيه المحتله، سواء فيما يخص الحدود مع ليبيا، سواء فيما يخص الحدود مع السودان، لان دي مناطق هتتحول لوجستيه انها مناطق تجاريه. انت عايز ايه يا سودان من عندي؟ اتفضل، دي منطقه لوجستيه، اشتري اللي انت عايزه وارجع بدل ما تيجي عند القاهره او تعمل تعاقداتك او القصه دي كلها. فده فكر كويس جدا في توقيت انت محتاج بنيه تحتيه يعاد تاهيلها من جديد. بلد كانت مترهله في مرحله من المراحل، النهارده لا انت بتحط النقط في محلها وبتبني وبتطور في توقيت في ازمه اقتصاديه داخليه
وخارجية. وده فعلا اللي مخلي دولة كبيرة مثل ألمانيا بتولي اهتمام كبير الآن في النهاية كل ليها استثمارات في مصر وهي من دول تجمع البريكس يعني. فأكيد هو احنا حضرتك على خطى فيما يخص الألمان اللي هي ضمن دول مجموعة الـ20 الاقتصادية الكبرى هي جاية لنا لأن مصلحتها عندي. أنا بأولي المصانع بالغاز، بأولي المصانع بالنفط، التكلفة الإنتاج عندي قليلة. فولكس فاجن عملاق صناعة السيارات في العالم بيقولوا أنا مش هشتغل عندك لأن تكلفتك كتيرة، الألمانية فجاية عندك في مصر. أكيد. أستاذ محمد أبو عاصي الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية نورتنا وشرفتنا، وتحليل كده وافي للمشهد الاقتصادي وقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة الاقتصادية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليك. شكرا لوجودك معي. خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره في نفس الميعاد، وصباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا دينا، وصباح الخير على حضراتكم، وحلقه جديده بكره ان شاء الله، نشوفكم في امان الله.